مساء الخير مشاهدينا مباشرة على الهواء وللمباشر. دايما محاذير، بدي أعتذر عن الخطأ الخارج عن إرادتنا ببداية هذه الحلقة. بعتذر منكم، بعتذر من الشيخ بطرس حرب. أهلا وسهلا فيك شيخ بطرس، بعتذر على هذا التأخير التقني. كنت عم بقول أكيد بتصير، خاصة نحن مباشرة على الهواء، مهم قدرنا نرجع نستكمل هذا الحوار معك. كنت عم بقول أنه بيسعدنا نرجع إلى السياسة من منزل رجل دولة في زمن بتكثر فيه يمكن رجال السياسة، إنما رجال الدولة عم نشوف أنهم أقل وأقل للأسف. رح نتنقل معك شيخ بطرس من ملفات الكتير المطروحة والمتراكمة، كان من استحقاق رئاسة الجمهورية في انتخابات نيابية، حتى البعض عم بيسأل بيظل غياب حتى الآن لأي بوادر جدية لإقرار قانون انتخابي جديد. بدي أسألك عن جلسات حوار 2 و3 و4 آب، يعني كأنه مهرجان عندكم، مهرجان خطابي حواري إضافة إلى مهرجانات لبنان المستمرة هذا الصيف. إذا بصيروا مثل مهرجانات شغلة جيدة، حلو. أكيد رح نوصل كمان في نهاية هذه الحلقة مع السيدة مارلين حرب رئيسة مهرجانات أرز تنورين لنحكي عن هذا الاحتفائية الحلوة والمهمة بعد نص آب 18 و19 و20 19 19. أول ليلة 20 و21 كمان إذا ذكرت منيح. هلأ كل حال رح نرجع نأكد معه ونحكي عن تفاصيل المهرجان. رائع اليوم، رائع البرنامج اللي طرحينه ملوك الطوايف، ونحن عايشين ببلد ملوك الطوايف على ما يبدو. كمان مثل ما شفنا اليوم كانوا ملوك بس انه طوائف متناحرة فيت بعض. صحيح، هن ما كانوا ملوك على كل حال ايام الاندلس، كانوا ملوك مثل يعني الزعامات المحليه. خلينا نحافظ على معناها كلمه ملوك يعني. فاليوم بنشوف رئيس بلديه ملك بجبشيت يقوم بإصدار قرار منع فصل النساء عن الإناث عن الذكور بالإنترنت كافيه، إقفال إنترنت كافيه عند الصلاة، بعتقد بقرار غير مسبوق على أراضي الجمهورية اللبنانية من على القليل بعد انتهاء الحرب الأهلية لحد اليوم. يمكن عند إعلان إمارات صارت أكثر من ذلك. بدك تبلش فيه أكيد. أنا الموضوع بسيب يعني. نحن في لبنان تميز بأنه بلد عايشين الناس مع بعضهم بتقاليد مشتركة وثقافة مشتركة، وهذا اللي جعل اللبنانيين يكون عندهم وطن واحد مشترك. النهار بتظهر بوادر بتشبه اللي عم تريها، أنه كل طائفة يكون عندها تقاليدها وثقافتها اللي تختلف عن الطوائف الأخرى، ببطل في لبنان الواحد اللي كلنا بدنا نعيش فيه كوطن. وما بخ يعني ما بخف عليك خوفي أنه بسمع بعض الطروحات الحزبية ذات الطابع الديني، اللي هي ما عاد لبنان صار اخر كلمه بتتذكر وصار بيتحكى بالامم اللي اكيد مش الامه اللبنانيه. نحن بالنسبه لنا نهار اللبناني بده يتنازع عن مفهومه للامه اللي بيعيش فيها المسيحي والمسلم بتقاليد وثقافه مشتركه، لبنان بخطر. هذه الظاهره بتفوت لهون، وهذا بيدلل على ميل انه لا، التطرف الديني مش موجود عند فئه او طائفه معينه، موجود عند كل الناس. اذا استباح بعض الناس عواطفهم وراحوا فيها تيحولوها من اقتناع ضميري، وأنا بحترم كل واحد عنده رأي بتعلق بعقيدته، بس أنا يفرضها على الآخرين في إطار القانون لا يسمح له وبيعتدي فيها على حريات الناس وعلى تقاليد الناس وثقافة الناس، هذه الحقيقة شغلة خطيرة. وأنا بتمنى، ما بعرف مين المسؤول هونيك، إلا أنه أنا بتمنى على القيادات السياسية اللي بتابع لإلها، ما في رئيس بلدي إلا منتمي إلى قيادة سياسية حزبية، أنه لا، هذا موضوع أنا باسم ما تبقى من اللبنانيين اللي بيأمنوا بلبنان المميز المتنوع، أنه لا، هذا أمر عم بلفت النظر لخطورته، لأنه إذا هذا انطلق من بلدي في لبنان وبلش يروح على البلدات الأخرى طار لبنان. انتبه لها، مش مسحة هذه. ما فينا نمزح بأنه لبنان هو مكان اللي فيه الحقيقة مساحة من الحرية كتير كبيرة بتحقق الشخصية اللبنانية، بتميزه عن كل الشعوب بالمنطقة. وهذه الوقت الراحل راح لبنان. طيب، بس بحق لي رؤساء البلديات اتخاذ هكذا قرارات، خلينا نقول ضمن نطاق بلدياتهم أم لا؟ لا طبعا لا، كل الرئيس البلدية له حق يتخذ التدابير اللي هي بتنمي قريته، اللي هي بتنظم قريته، بس هي التدابير هي ما بتكون على حساب حرية المعتقد ولا حساب الحريات الشخصية بإعلان رأيهم أو الوجود أو التجمع أو كذا. كل ما يمس بالأمن تبع البلد له حق رئيس البلدية ياخذ تدبير ويطلب من السلطة المختصة أن تآزره إذا كان هذا بمس بالأمن. بس اليوم تطلع عنا يعني بالسعودية كان بفترة معينة في المطاوعجية بيسمونه ألغون
يعني هول كانوا مثلا بتسكروا ألغون رسميا. كان وقت أنه وقت الصلاة بتسكروا المحلات، هيدي بالسعودية بس كانت، اليوم بطلت موجودة في السعودية، ترجع نحييها بلبنان، شغلة خطيرة يعني، شغلة خطيرة. بس هل توافق شيخ بطرس كما يرى كثيرون أنه كأنه الأحزاب الدينية وين ما كانت موجودة ما في حزب ديني معتدل بمعنى المعتدل، لا يجنح بمحل ما شو ما كان هذا الدين، خليني أقول يجنح بمطرح ما إلى الحد من الحريات، يعني حزب ديني، لا حزب ديني عم نحكي السياسي والدين بنفس يعني الوقت، كأنه نهار الحرية هي اللي بتندبح ساعتها. نهار الحزب بينطلق من عقيدة دينية بيصير حزب ديني. إنما مثلا بتقدر تاخذي بدول العالم، في مثلا الحزب الديمقراطي المسيحي مثلا بألمانيا أو بدر، هذا لا ينطلق من مبادئ المسيحية، في القانون المدني تبع بلده هو اللي بينطلق منه بيتأيد فيه في دستور بلده. إلا أنه المؤسف الظاهرة الجديدة أنه ما عاد في لا اعتراف بالقوانين ولا بالدساتير ولا حتى بحقوق الإنسان. يعني بتشوفي اليوم عم بصير عند داعش وعند النصرة من تذبيح من لا يشاركهم الرأي، من ذبح من كان معه وغير رأيه، بيقتلوه بيذبحوه بيعدموه. اليوم مثل شو عم هلا القصة اللي عم تخبريني عنها اللي هي قصة جديدة بمجتمعنا اللبناني. هلا أنا بعرف إنه في بعض التقاليد في بعض المناطق إنه مثلا بتجنبوا الاختلاط بين الرجال والنساء اجتماعيا، بعرف هيدي، بس انه ان تتحول قاعده وان تتحول الى نظام يفرض على الناس انه ممنوع يجتمعوا في مكان واحد النساء والرجال، هي خطره كثيره. هي بتغير صوره المجتمع ضمن نطاق انترنت كافيه او اي مكان كان، محل بيلتقوا فيه خلينا نقول شباب والصبايا. لا هذا شيء خطير، وانا الحقيقه بحذر منه، لانه هذا قد يحلو للبعض انه يتقلدوا، وبالتالي بتتصوري اذا هذا صار شائع في منطقه من مناطق لبنان مع امكانيه امتداده على مناطق اخرى بيعدوا، هذا النوع من المرض بيعدي ما في حدود لا وبيزيدوا فيه. طبعا بيزيدوا فيه، وهذا الكلام على وحدتنا الوطنيه وعلى تسامحنا مع بعضنا، على عيشنا المشترك وعلى المبادئ المشتركه اللي بتجمعنا تنعيش بوطن واحد ودوله واحده. دايما السياسيين بيطلعوا بيحكوا بالتعايش والعيش المشترك وكلنا اخوة يا شباب، هيدي مسرحية يعني زياد الرحباني، بس بنرجع بنشوفها كلنا اخوة يا شباب بمجلس الوزراء، رح تطرحوا هكذا مواضيع اليوم ممكن مثل ما قلت عم بتهدد النسيج طبعا. المجتمع اللبناني واي فكرة مواطنة مستقبلية موجودة بذور مواطنة بهذا البلد كأنه عم يتم القضاء عليه. هذا طبعا هذه بتدخل بإطار صلاحيات وزارة الداخلية اللي هي السلطة اللي عندها سلطة وصاية على البلديات، واللي هي طبعا هذه حادثة مثل هذه برسم وزارة الداخلية اللي مفروض تتصدى لها تحت طائلة حل البلدية. يعني ما فينا نمزح بشغلات مثل هذه. هلأ بمجلس وزراء، يعني طبعا مجلس وزراء لازم كل القضايا الوطنية تطرح المهمة بمجلس وزراء. هلأ بتقولي لهذا المجلس لأنه عم بيمارس بهذا الشكل على مستوى المسؤولية المطلوبة بوزارة الداخلية، بتلاقي بقول لك بكل أسف مجلس وزراء ورأيي القديم مش جديد أنه لا يمكن لحكومة أصبحت قاعدة فيها أنه التقى فيها التناقضات بيسموها حكومة وفاق وطني، أنا بسميها حكومة جمع التناقضات ضمن البلد مش الوطنية، لأنها ما لها صفة وطنية، ما حدا يعود يحاسب حدا، وتعني يا بقى ارضيني تارضيك والا بتطير الحكومه والبلد بتهتز وبتتجزا البلد. هاي الحكومات مش مؤهله، لو عرض عليا هيك قضايا مش مؤهله تاخذ قرارات كبيره بكل اسف. وانا عندي تجربه الحقيقه مع هاي الحكومه، مش اول مره ايام الوزير وعشت ايام الحكومات عندي تجربه مع هاي الحكومه، خلاصتها ما يلي انه هاي الحكومه الوجود فيها عذاب، الوجود فيها قهر، الوجود فيها اهانه، الا انه فيها تضحيه كبيره، واللي مفكر انه وجود اي واحد منا بحكومه شغله عظيمه لإله على الاقل من اللي بيفكروا هيك، لا الحقيقه كثير غلط. انا مش مصدق اي ساعه هاي الحكومه مفلفل منها، وانا بقول لك لو انه فائده، لو ما في ضرر، مش انه فائده، لو ما في ضرر كبير على ما تبقى من السلطه الشرعيه في لبنان اكيد ما كنت بيتوا لنهار بهي الحكومه تنكون واضحه. بس في استقالات شفنا انه وزراء الكتائب كان في محاوله لانه يستقيلوا ثلاثه، استقال واحد، شفنا قبل وزير الشفيفي أيضا استقال، لماذا يلجأ البعض إلى الاستقالة إذا عم بتقول أنه بالنهاية ريزون ديتال بقاء مفهومت منك؟ بالحقيقة الاستقالة مش لازم تكون هي هدف، لازم تكون وسيلة للإعراب عن موقف ولمحاولة التأثير على مسار. أنا بعرف الاستقالة إذا ممكن تغير المجرى أو بتسمح للي بيطلع من الحكومة يكون له دور أفعل في التأثير على مسارات الحكومة بفهمها،
بس وقت هاي الحكومة ما بتغير بتطلعك من مركز النقاش السياسي في مجلس الوزراء، ولو كان نقاش بعض الحين عقيم، بس بتطلعك من مركز القرار، تتسمع صوتك وصوتك يكون واصل، يعني تيوصل صوتك وتحطك في مكان خارج مجلس الوزراء، وما في عندك مجلس نيابي حاسب الحكومة، وبالتالي مش قادر عمليا تقدر على تأثر على مجرى الأمور. أنا برأيي هاي الحكومة، الاستقالات من هذه الحكومة أنا برأيي غير مفيد، ولو كنت بلاقي فيها إفادة قد استقالت أنا، يعني لأنه مثل ما قلت لك وجودنا بالحكومة عم بيعرضنا لأسوأ ظروف الحياة السياسية اللي عرفتها أنا بحياتي، والحياة السياسية مش قصيرة يعني. أنا ما بحياتي شفت اللي عم شوفه بهي الحكومة. أنت نائب من 72، نعم، بس خليني أذكر المشاهدين وعملت وزير عدة مرات، ما بحياتي شفت ممارسة في مجلس الوزراء تشبه ما نشهده من ممارسات لبعض، لأني أنا في ناس بمجلس الوزراء بحترمهم، لبعض أعضاء مجلس الوزراء اللي هن آخر هم عندهم المصلحة العامة وهمومهم المصلحة الحزبية أو الطائفية أو العائلية أو الشخصية، وهذا على حساب اللبناني والمواطن اللبناني المعتر اللي ناطر الفرج من باب الله، ناطر الفرج تيجي يوم اللبنانيين العقال اللبنانيين المسؤولين اللبنانيين بيرجع ضميرهم بيوعى بيقولوا كيف بدنا نعمل مصلحة البلد، تشوف كيف بدنا نرجع نلملم الدولة نرجع نعيد بناء. بناء على اللي عم تقوله ما فيها شعبية الاستقالة، انه انا استقيل بالنهاية قدام الناس بانه انا ممكن هلا اذا عم نحكي عن ما عم غطي هذا التدهور الموجود. اذا أنا طبعا أستقيل. طبعا ما في اصعب من البقاء بالحكومة. أنا بالنسبة لي أنا بعتبر أنه علي خدمة عسكرية عم بعملها بس تحافظ على ما تبقى من الشعب. ليه هي بهذا السوق وقت في برلمان مش عم ينتخب رئيس؟ طيب. ليه الحكومة هلقت سيئة؟ لأنه في برلمان مش عم يعمل دوره. لو كان في، أولا خليني أقول شغلي، حكيت بشكل الحكومات هي التوافقية التناقضية، توافق على التناقضات نشبعون مع بعضهم، هذا بتطير ما يسمى المساءلة النيابية اللي من أجلها أنشئت البرلمانات، اللي هي حكومة وحدة وطنية كمان، مسميها وحدة وطنية بس حكومة تناقضات الوطنية. هيدي بتجمع كل القوى السياسية. قولي لي مين القوى المعارضة لهالقوى السياسية، القوى السياسية المجتمع، مين القوى المعارضة القادرة تأثر؟ بالإضافة ما بتشيلهم من الحكومة بيقعدوا بالشارع، بصيروا قوى معرقلة مش معارضة. موضوع تاني، بس إنه الحكومة أول آخر ما عم تعمل عجائب وغرائب ومشاريع تتعر إلا مشاريع، يمكن بيعرقلوا بعض الأمور اللي عم تحاول يمرقوها بمجلس الوزراء خلافا لرأينا في بعض الأحيان، والقضايا الخلافية معظمها اللي عم تحصل لأسباب شخصية وكيدية لا علاقة لها بالمصلحة العامة، لأنه في حاجة وطنية إن نمشي أمور البلاد، وتلاقي في بعض جلسات مجلس الوزراء بتتحول لجلسات نوع من المماحكة السياسية والتجاذب السياسي اللي اسمه سياسي هو ما له علاقة بالسياسي، لأنه السياسي تعني سياسة أمور الناس وسياسة أمور البلد بشكل أفضل، إنما بتتحول إلى مسرح إلى سوق عقاص بس تنعمل كيدية على بعضنا، تعطل المشاريع بعضنا لأنه نحن هذه ما لنا مصلحة تصير المشاريع، ولو ضرت بلبنان نعملها هي كارثة، وهذا اللي عم نشهده مجلس وزراء. والحقيقة أنا مثلا بكرة عندي جلسة مجلس وزراء، عندي بند كتير مهم ومطروح، إعادة طرح المناقصة تبع شركات الخلية واللي عم تشتغل اليوم بدون ضوابط عملية، لأنه مفروض ينعمل شركات جديدة نجيبها، عم نعمل الجيل الرابع، عم نروح على الجيل الخامس، بدنا شركات جديدة. تصوري إنه هذا المشروع أول مرة أقر ضل 9 أشهر مناقشة مجلس وزراء، تحولوا الوزراء لاختصاصيين بالتكنولوجيا، وهذا الحقيقة مهزلة. دين هلا بكره طارحين، هذا كان اجتماع مرت الماضي طبعا طلعت ملاحظات، بكره رح نشوف. بكره هذا هذه جلسه، هذه فقط جلسه مخصصه لا لا بالبند الاول، لا لانه مرت الماضي اخطا رئيس الحكومه بانه كنا بالبند الرابع، قال مازال البند البنود هينه وديك تعال نخلصها بنرجع عليها، اخذت معنا للساعه 1:30 البنود هذيك، بقي معنا للساعه. الحقيقه انا قلت لرئيس الحكومه انه ما معقول بنص ساعه يتناقش هذا البند. نعم. بتامل بكره انه ما تاخذ هذا المنحى التجاذبي والكيدي وعملية انه انا لا بدي اعرق لك بشريعك تيمرق هذا المشروع تنرجع للحياة الطبيعية، ونأمل انه الخلاوي في لبنان بده يتطور، والخدمة الانترنت بده يتطور، كله بده يتطور عبره، بدل ما نضل في مماحكة مجلس وزراء وياخذ معنا 9 أشهر جديدة تشوف كيف بدنا نتفاهم على المواقع. بس كمان مش كله بعرق الا بعضه، عرق اللي تعرق له كمان، لا يعني لا 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 حياة في ناس معروفين انه شغلتهم عرقلت مشاريع غيرهم اللي ما بتوافقوا انه معهم بالسياسي، في ناس لا بيشتغلوا بموضوعية وبيمشوا بكل شيء لمصلحة البلد، لأنه ما فينا نصنف كل الناس بخانة واحدة كل صراحة. بسد جني كان في موضوعية مثلا في هذا الطرح، بكثير من المسائل اللي بتكون مثلا التيار الوطني الحر، خلينا نقول الفريق الآخر بالنسبة لإلك، واللي بقدر أنا استشف أنك عم تتهمه أكتر شيء بالعرقلة، ما بتهم التيار، عم بتهم بعض الوزراء اللي هن بينتميوا للتيار مش التيار. يعني ليس أبو سعد ما بيعرقل جبران باسيل بيعرقل؟ أنا ما قلت شيء، ولا انت حابه تميزي بين خلي حافظي على وحدتك، حافظي على وحدتك لكن انت لمين عم تعمل تموضع مختلف؟ انا الحقيقه اللي بدي اقوله انه
في مجلس وزراء لا يعمل كمؤسسة جايين كلنا تنعمل المصلحة العامة. كل واحد جايب أجنطه جاي على مجلس وزراء. أنا ما عندي أجنطة، أنا أجنطي الوحيدي استلمت هذه الحكومة وهذه الوزارة بالذات، والحقيقة اكتشفت أنه هذه الوزارة هامة جدا بحياة الناس، وإذا ما تعطينا بجدية معها وطبقنا الأواني فيها هذه الوزارة بتخلي لبنان يصير متخلف. أنا استلمت هذه الوزارة كان لبنان بآخر الدرجات في عالم الاتصالات والتكنولوجيا. الجهد اللي بذلته 2014 2015 طور لبنان إلى الأمان، طبعا ما بلغ حد إرضاء كل الناس بحاجاته، لا أبدا، لا ولا حتى خلينا نقول أكترية من الناس، ولا حتى أقلية من الناس بتقلك إنه نحن عنا قطاع اتصالات جيد. بعدي بالمقدمة مش بس هيك، بس أنا بدي عندي جزء، عندي خليني أقول محور عند الاتصالات في الإنترنت غير الشرعي، في الإنترنت الشرعي الكارثة اللي لكثير الناس بيعتبروه كارثة. الشيخ بطرس هذيك المرة دفعت عن هذه الفكرة انه لا منه هالقد سيء، لا ما دفع كل ردود الفعل انه سيء جدا. انا قلت لا، انا قلت انا, قلت أنا هذا اللي انت اليوم بالذات بكلمني لي مسؤولي انه انا بفهم شكوى الناس، لانه نحن العمل اللي عم بينعمل بالوزارة بعد التخلف اللي كانت فيه بالوزارة، هذا العمل بده وقت يعطي نتائج، وبفهم هذا لانه نحن كوزارة بالرغم من كل اللي عم يصير اليوم نحن عندنا مشروع متكامل سريع لحل مشكلة الانترنت مع مشكلة الفورجي اللي هي بآخر السنة رح تعمل كل لبنان، يعني في عنا مشاريع جدية. لأنه في هذا الجو من الفوضى من الصريح الإعلامي والاتهامات لها طابع سياسي وقسم منها طابع جرمي، خليني أقول طبعا بهذا الجو طبعا تعطلت الرؤية على الناس، بعد تشوف شو عم بيصير. صرنا بالحقيقة دل انه اليوم قطي واحد حرامي عم بيسرق الانترنت غير الشرعي، دل ما انت تكوني انه مارستي دوري كسلطة سلطي انت متهمة ليش قطيه بسبب دل ما انا في حدا عم بيقول لك كمان من داخل الوزارة وبكلام حضرتك شفت موثق خلينا نقول على قليلة مؤخرا الشكاوى اللي موجودة اليوم على استاذ عبد المنعم يوسف والكلام انه حضرتك عم بتغطي، انطلعت من اخبار الاخبار وارد باحدى المحطات التلفزيونيه المعنيه بهذا الامر. خلينا نكون فاهمين نحن انا اللي عم بقوله حتى قبل ذلك هذا ملف قديم جدا من وزراء الاتصالات اللي كانوا موجودين قبلك لكثير من طب اليوم قليل انه الدوله ما هذا بدي اسالك، الدوله بتبيع انترنت لنفسها عبر وسيط بحق 250% ارباح، يعني هذا ملف لحاله. خليني اقول لك ست بولا، اذا بدنا نفوت هلا بالانترنت لحقنا فتنا بهالقصه، بدك تفوت بقصه الاتصالات او نتركه بعد الفاصل؟ هلا يلا لا ما بدي خليها على بذهن طيب. الناس كلام مش كلام مش واضح طيب. كلام مش واضح موضوع هذا الايوان، يعني هودي الكاباسيتي هلا عم نحكي تخيبر غير شرعي، لا هلا عم نحكي هلا انترنت. اوكي هذا الايوان هيدي حق حصري للدوله اللبنانيه لوزاره الاتصالات، بتاجره للناس تعطيه للناس مقابل سعر بيحدده مجلس وزراء. سنت قبل ما استلمت الوزاره كان في نحن شركه الالفا والتاتش بتملكهم الدوله اللبنانيه، بتديرهم شركات أجنبية بس هي ملك الدولة اللبنانية. هذه الشركتين تحتاج لأكبر عدد من الإيوانز للاستعمال لخدمة الشبكات الهاتفية. بتلك الفترة كان في انقطاع كامل بين وزير الاتصالات وبين مديرية العام للإنشاء والتجهيز وعبد المنعم يوسف، من وقت القصة مش جديد. وقتها كان يمنع على عبد المنعم يوسف أنه التواصل أما مع الوزير أما مع شركات الانتر مع شركات الخدمة. عبد المنعم يوسف مش عم دافع عنه، هون بدي أكد على مبدأ هلا لأن الناس عم تفهم غلط شو يعني. أنا رجل دولي، أنا من الطبيعي أنه الإدارة اللي عم بتوليها أني أحاول طبق القانون فيها، وأنا القانون بيقول علي بيفرض علي أول مبدأ إذا كان عندي حدا ثبت عليه ارتكاب أي مخالفة أنا بدي أدعي عليه، أنا شخصيا مش ناطر حدا يعزمني، بس أنا بالوقت زيته حفاظا مني على معنويات الموظفين بكل إدارات الدولة من جملته الإدارية مش عبد المنعم يوسف، كل الموظفين. لأنه هلأ بعد شوي بدي خبرك شو اللي صار بنتيجة هذه الضغط ضجي طلعت. أنا من واجباتي أقول أنه تركوا القضاء يقول إذا كان ثبت على أي كان أنه ارتكب أنا رح أدعي عليه شخصيا مش ناطر حدا يعزمني، بس إذا ما ثبت علي عم تتعطل الإدارة بكاملها بسبب هذه الموجة، وعم بجمد كل الموظفين الآخرين، ما عاد حدا موظف يسترجع يعمل شيء. بعد بيشوف إنه هيك عم بيصير التعاطي بالإعلام، عم بتصير إدانات عم تطلع أحكام، ببطل الناس اللي هون قلبوا بيسترجعوا يشتغلوا، وهذا السبب عم بيخليني عم يتصرفوا كرجال دولي، تصرفوا كمسؤولين على الدولة. أنا وقت طلب مني ملاحقة عبد المنعم السماح بملاحقة عبد المنعم ما ترددت إلا إنه أعطيت رأي، بس ما ترددت
غير ما تم طلب منه بوزارات اخرى، امتنعوا، اجى مدعي عن التمييز اخذ قرار بانه لا بده يلاحق. انا ما سمحت حتى بهي تصير، سمحت بالملاحقه، الا انه التجني هيك بصير بدون ما يثبت لدى القضاء انه في ارتكاب او جرم، انا الحقيقه ما بسمح فيه. وانا واللي بده يقولوا الناس بس انا هيك بتصرف، انا كرجل دولي واجباتي احمي الاداره، هاي الاداره بعهدتي وبمسؤوليتي واجباتي احميها. خليني كفي لك الشهر الثاني بس بهيدي النقطه. معلش اسمح لي شيخ، البعض بيقول انه كمان القضاء بلبنان لما يكون في حمايات سياسيه ما بيكفي تحشته ابدا، بالعكس يتوقف لما يكون في تدخلات لحمايه اشخاص وموظفين كبار. يعني هذا السيف ذو حدين، اذا انت عم تحمي اشخاص عن الملاحقه انت سمحت بملاحقته، اذا في مين عم بيشد فيه، سمعت اذا في حدا عم بيشد فيه، سمعتي اي قضاء إني انا ما عم بحمي، انا سمحت بالملاحقه. بالتالي معلش خليني زي اسر انه من كان يفترض انه يحمي عبد المنعم يوسف رفع الغطاء عنه وعم يتلاحق على هالسبب. خليني بس معلش بعد شوي بدنا نحكي بالتفاصيل اكثر. رفع الغطاء عنه لان في ارتكابات او رفع الغطاء عنه لنشوف القضاء شو بيقول كلمته؟ الاسباب ما بعرفها شو هي، بس رفع الغطاء عنه. عم تحكي تيار المستقبل يعني؟ ما عم بحكي، ما عم سمي رئيس السنيوره، رئيس سعد الحريري. لا انا ما عم بسمي حدا، انا عم بقول انه من كان يفترض في حمايه عبد المنعم يوسف منه عم بيحمي عبد يوسف اطلاقا ومتبرئ منه. يعني ما حدا بيحمي اليوم؟ انا برايي ما حدا بيحمي، ولا حتى وزير الاتصالات. أكيد وزير الاتصالات مش جاي تيحمي حدا، خصوصا إذا كان مرتكب، بالعكس هو بلاحق المرتكب، والدليل على ذلك عم لاحق حيث يجب. حيث تبين لي أنه في شخص مرتكب أنا طلبته من برأيك صدقا، لخليك تشرحها بس صدقا شيخ بطل، بدي كفي قصة الإيوان بس صدقا برأيك عم بينلحق، يعني عم بتلاحق ظلما زورا على المنعم يوسف؟ أنا مثل ما إلي حق، مثل ما إلي حق اني دين، اني دين ما لي حق دافع، اني بري مش شرطي. لا بس لانه هذا ملفك ووزارتك. لا 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 بليز، انا وانت عندك مصداقيه. انا ما بدي اسوي، انا بعرف انه عندي مصداقيه عند ضميري الاول وعند الراي العام اللي بيعرف اني انا كنت بطاطا، بس انا ما بسمح لنفسي استبق القضاء واعطي رايي لاني ما بدي اسر على راي القضاء. القضاء شو بيلاقي انا بايده على ميني، رغم ملاحظاتي الكبيره على مسلكيه معينه لبعض القضاة، مش على القضاء. في عندنا قضاة من شاف الحال فيهم من احسن قضاة العالم، مش المنطقة، إلا أنه كل الناس بتعرف أنه في سوسي معينة فاتت عم تاكل أكلت بعض الجسم القضائي، مش كل الجسم القضائي. وأنا بعتبر بقدر ما نبعد الجسم القضائي عن هذه المهاترات بقدر ما أننا بنحميه. قالوا له لا تشرشل بالماضي، أو كتير عم استشهد بتشرشل اليومين، قالوا له تشرشل بالماضي أنه إنجلترا عم تنضرب وعم تنقصف وعم تنهار، سألوا القضاء كيف ماشي ولا ماشي، قالوا له ماشي، قالوا له إنجلترا بخير. لبنان الحقيقة هذا اللي لازم نشتغل عليه. هلا بدي ارجع لإيوان لانه ما هي القصه مهمه. اكيد انا وصلت على الوزاره بشهر شباط 2014. بشهر شباط 2014 بكتشف ما يلي، انه شركه الفا وشركه تاتش، نحن وزاره مجلس وزراء كان بوقتها مسعر الايوان ب 550 دولار بالسنه. اوكي الشهر بالسنه، مش ما عندي اليونيتي. بوقتها اكتشفت انه شركه ميكوان وميكتو يعني الالفا والتاتش عم تشتري الايوان من الشركات الخاصة ب 1200، واليوم قولت امبارح مجلس وزراء بلجنة النيابية البرلمانية قالوا لنا انه في شركة كانت عم تشتري ب 1800 دولار اللي حقه 550 دولار. هلا وين المشكلة؟ انه هيدي الميكوان والميكتوعة عائداتها للدولة، هي ملك الدولة، هي لها حق تاخذ من الدولة، واجباتها ضروري تاخذ من الدولة، الا انه ما كانت عم تاخذ من الدولة، كانت عم تاخذ من الشركات الخاصة اللي كانت عم تشتري من الدولة. هاي الشركات الخاصة بتشتري من الدولة الايوان ب 550 دولار بتبيع. وكانت تبيعه ب 1200 و1800، يعني عم تحقق ارباح 250%. هلا اكتشفت هيدي اول قرار خدته، طلعت قرار اولا منعت على الالفا والتاش تشتري من حدا غير الدولة. اول شيء. ثانيا وجهت كتاب وحملتهم مسؤولية للشركات الخاصة اذا بيبيعوا الشركات اللي هي بخص الدولة. ثالثا فتحت بالتحقيق بالموضوع، تعرف شو اللي عم بيصير؟ بين لي انه كان ممنوع على مديري العام الاستثمار الصيني انه يكون على صله بشركات الخليوي الالفا والتاتش، كانت الصله هي قائمه مع مكتب الوزير بالذات، وبالتالي كان الوزير مانع على مديري العام الاستثمار والاتصالات انها تتصل بالشركات او يكون في عليه او تشتري منها او الشركات تشتري. معقول يمنع شراء مباشرة؟ انا الكلام اللي عم بقوله كلام مسؤول، وانا هذا الكلام يعني معلش انا دققت بهذا الكلام بهاي اليومين، خصوصي من بعد ما انه طرح النائب الاء عون، مش معين المرابي تكون واضح، الاء عون طرح هذا الموضوع وقال شو اللي كان عم بيصير لكن عم تبدا. انا بوقت عندي هاي المعلومات اللي اعطيتها بس دققت فيها زياده، واكتشفت انه هاي القصه كانت ماشي صار لمدتي وتوقفت وقت انا استلمت الوزاره. من وقتها ما عاد حدا
عم نحكي الوزير شرب النحاس كان مانع؟ خلينا نقول انه قبلي بدون ما اسمي اسماء ما بدي فوت لاسماء، فينا نقول السحناوي في جبران بيصير في شرب النحاس. كان ممنوع على كان انا قلت اكثر من مره، كانوا الوزراء الموجودين قبلي قسم منهم مش كلهم كانوا ما يرفضوا يجتمعوا بالمدير العام للاستثمار بس كلهم منعوا بيع الدوله مباشره لشركتي الخليوي اللي بتملكهم. خلينا نقول ما طلع قرار بالمنع، انه الطلبات اللي كانت عم تتقدم ما كانت للوزاره، ما كان عم ينطلب اطلاقا من من المديريه العام للاستثمار الصيني انها تعطي ولا ايوان. اكثر من هيك وجهت المديريه العام للاستثمار الصيني، وهذا بعد التحقيق اللي عملته هاليومين، اكثر من كتاب للشركات الا شو حاجاتكم تعطوكم، ما كان يجيهم جواب، ولحد اليوم ما اجى جواب. وضلوا يشتروا، خلينا نقول ضلوا يشتروا من بين هلالين سوق سوداء. او انا بشهر نيسان او بدي توقف مع فاصل معليك ونرجع نستكمل فاصل كمان لأسباب تقنية بعتذر منك ونعود إلى هذه الحلقة ونستكمل هذا الملف. شيخ بطرس، كنت عم تشرح قصة الإيوان اللي هي فيها كتير التباس خليني أقول عند الناس، بس في شغلة كمان إنه هذا الإيوان إذا ما كان عم ينبيع مباشرة لشركتي الخليوي مثلا، ليه بده ينبيع بطريقة غير مباشرة لبعض خليني أقول تجار الإنترنت اللي عم حققت هذه المبالغ الخيالية؟ ومين كان عم يبيعهم؟ ما كان عم ينبيعوا عبر هذه الهيئة؟ خلافا اللي كان يقال انه طلبات الاستحصال على الايوانز اللي كانت تتقدم لمديري العام للاستثمار الصيني واللي ما كان في عليها حظر من مكتب الوزير كانت عم تنعطى، والدليل على ذلك الشركات الخاصه كانت عم تاخذ ايوانات وهي كانت عم تبيع الميكوان والميكتو يعني الالفا والتاتش، هي اللي كانت عم تبيعهم. البتس بدي اقوله في شغلتين. اولا وقت جيت على الوزاره اللي لفت نظري لهذه المخالفه الكبيره هو عبد المنعم يوسف الزيت، قال لي عم بيصير عندنا كذا كذا، وانا بعثت عده كتب للوزراء وبتامل انت كوزير جديد هذا الموضوع يتعالج، في خسارات كبيره للدوله، والحقيقه اخذت القرار، بس الواحد يقول الحقيقه. الشغله الثانيه مش صحيح انه كيف في حنفيه مسكره بمديريه العام للاستثمار والصيانه. هذا اللي قاله وزير الاتصالات السابق انه لا سحناوي. اليوم بالذات سمعت متاسف اني اسمع انه كان يطلب منه يفتح الحنفيه لا ابدا، ما هو المشكله تبعنا انه اذا في كتاب واحد من الوزير او من مكتب الوزير للمديرية العام للاستثمار الصيني في تلك الفترة يطلبوا من المديرية العام للاستثمار الصيني تعطي إيوان وما عطيته، أنا بدي حاسب المديرية العام ولو على الفترة السابقة. بس المؤسف بالموضوع هذا الموضوع كان ممنوع، كان موضوع أكثر من هيك، توجه كتب من المديرية العام للاستثمار الصيني لهو الشركات الخليوي تبعنا الألفا والتاتش يقولون شو حاجتكم تنعطيكم، إجي كتاب تنبيه للمدير العام الوجه هذا الكتاب كيف عم بيحكي مع الشركات، وعندي اياهم وسائل لما بحكي لهم ما بتسلم هولي رح اضطر يعني الشركات رح اضطر اوضعهم بتصرف القضاء لانه هيدي الشركات خوفا من الوزراء المتعاقبين ما كانوا عم ياخذوا انترنت ب 550 دولار كان يمنع عليهم من الدوله وعم ياخذوها عبر كان يمنع عليهم اسعار اغلى، كان يمنع عليهم التواصل مع المدير العام للاستثمار الصيني اللي هي بتعطي اللي هي عندها حق الحصري كوزاره الاتصالات تعطي ايوانات، وهيدي سجليه وانا مسؤول عنها الكلام. انت اليوم في كلام كتير بجريدة الاخبار خلينا نقول بالسفير كلام ما بيشرح اللي حضرتك عم تشرحه، ما هو عم بيقولوا الحقيقه كلام هن طبعا الاعلام بيقول الاخبار حسب ما بتجي. وطبعا انا لو كنت صاحب مؤسسه اعلاميه طبعا اذا جاني خبر بحطه، بس علي انا كمسؤول لانه هذا يتعلق بقطاع انا اليوم متوليه، رغم انه كل هول المخالفات اللي عم يتحكى عنه صاروا قبل ما انا توليت وانا جيت وضعت لحد، بس انا واجباتي باللي توجه لوسائل الإعلام ولكل الرأي العام قل له شو الحقيقة الناس يعرفوا شو الحقيقة، هذا الموضوع اللي قلته هلأ هو الحقيقة. وأنا يعني كنت فيني جيب المستندات هلأ وطلع على الكاميرا ونضيع وقتنا بس أنا هودي رح أحطه بتصرف القضاء، لأني أنا ما بقبل هذا الكلام ينقال إنه يابا الخلق السوق والحنفية تسكرت لغايات معينة، وقت الحقيقة مش هيك. غايات معينة خلينا نقول نفعية لهؤلاء انه عبد المنعم يوسف هو شريك حيسه وغيرون لا هذه ما لها علاقة حيسه على الاعلام العام بده يكون شريك
الشركات الكبرى طبعا الاي اس بيز اللي كانت موجوده قبل حيسو، حيسو اجى يعني حيسو اجى مؤخرا، يعني بده يكون شريك الاي دي ام وبده يكون شريك السوديتال وبده يكون هيدي اللي عم بيقولوا. وهذا الحقيقه بسالت اذا كان هذا الرجل مستفيد بوقتها، طيب ليش هو لفت لي نظري اذا كان طعب رزقته اذا كان مستفيد؟ يعني ما هو لفت لي نظري انه انا جاي وزير جديد عم بيقول لي من جمله المشاكل اللي عم نعاني منها هي المشكله، انتبه لها مع الوزير حرام تستمر في خساره على الدوله. وين هالحقيقه يعني. صرت اكثر من مره اشرت الى القضاء معالي الوزير وقلت انه عندنا قضاة كتير جيدين، بس في هيدي السوسة نخرت شوي بالقضاء. عم تقصد مش بالقضاء بكل 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 تبرئة ام تي في من ما تم اتهام، خليني اقول خاصة هيدي الشغلة متعلقة بخط ايوان مزبوط؟ لا خلنا نتفهم، انا التخيبر غير شغلة ما بيتم عبر خط ايوان أولاً كمان. اولا ما اتيت على ذكر الام تي في اطلاقا، لا لا انا عم بحكي عن انا عم بستطرد كلامك عن القضاء. اللي اكبر براءة الام تي في كانت بتاريخها وقت المجلس النواب بناء الاقتراحي رجع عن عملية الظلم الاوقاع فيها إعادة فتحها وقت سكروها من قبل القضاء، استعملوا القضاء في ظلم في ظل الوصاية السورية لإقفال الام تي في، واللي نحن أخذنا المبادرة أنا شخصيا كتبت اقتراح القانون لإعادة فتح الام تي في. هذه أكبر ظلم ارتفع عن 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 الام تي في. هلا التحقيقات اللي عم تصير التحقيقات بيعملها القضاء، نحن كإدارة من عليها فيها إن كان بالإنترنت الشرعي وما صار بالزعور أو كان بالتخابر. بس حضرتك حركت دعوة مؤخرا يعني كوزير اتصالات. تصوري أنا بيبلغني تقرير رسمي من الإدارة تبعي إنه بيقولوا في تخابر دولي غير شرعي، ودي أنا كوزير ضب الملف واسكت عليه، شو بتقولي عني؟ طب أنا بعمل وجباتي. طب بس هيدا لو كانت على خيي في مخالفة بعمل وجباتي. يعني أنا ما بتوقف عند الاعتبارات، هلا كل واحد فسر عزاوه، بس انا ما بتوقف عند الاعتبارات. بس ما في غير ام تي في، خلينا نحكي بالحقيقه انا وقت اجتني في بنوك في شركات في مؤسسات كبيره موجوده بتستخدم هذا النوع من التخيبر اللي هو فويس اوفر اي بي. لا لا بخي شيخ بطرس فيك ترفع دعوه على واتساب بعدين وعلى فايبر مزبوط؟ لا لا ما بنخلط شعبين برمضان. اوكي انا عم بحكي عن التخابر الدولي مش الفويس اوفر اي بي، التخابر الدولي بيجي بالانترنت بيتفوت بالسيركويت الداخلي على أساس مقابلة داخلية، ما عم بحكي عن الفويس اوفر اي بي. الفويس اوفر اي بي ممنوع بالقانون اللبناني، ديش قادرة تضبطيه هذا سؤال تاني، بس ممنوع بالقانون اللبناني حسب القوانين المرعية الإجراء اليوم ممنوع الفويس اوفر اي بي. بس كل الناس بيحكوا كل الناس مع بعض أنا في فويس اوفر اي بي. إذا أنا درستها بالوزارة هذا الموضوع أنه وقت طلع الواتساب بتعرفي انه الواتساب قديش عم بيصيب الدوله ودول العالم كلها مش لبنان بس بخسارات، لانه كل مداخيل هاتف عبر الفويس عبر الحكي التليفون يعني هيدي عم تخف. شو عم تستبدل؟ عم تستبدل بمداخيل الداتا، صحيح الناس صارت عم تحكي بالداتا مزبوط. الفويس اوفر الواتساب هيدا واحد درسنا. طب شو في امكانيه نعمل طبعا خاصه الدوله تخسر مداخيل؟ للحقيقه من بعد ما درست الموضوع حطيتها بالميزان، اعتبرت انا ما لي حق كدوله لبنانيه وانا كوزير اتصالات بطرس حالي باسمي اني انا امنع الناس يتمتعوا بهذه الحريه وبهذه القدره على استعمال تقنيه خارج اطار النظام اللبناني اسوه بكل دول العالم. لقيت انه هيدي اذا اخذت القرار بيكون بعكس التطور، وانا طبعا مع التطور مش ضد التطور. بس خليني ارجع الى مساله الام تي في شيخ بطرس. في شركات تانية نفس الطريقه بتقوم بنفس اسلوب التخابر، عم نحكي شركات كبيره على الريفايلنج هذه تبع المخابرات الدوليه عبر الانترنت تفوت على الداخل. لا فتشنا عملنا تحقيق مالي حدا، ما في ولا مؤسسه ولا شركه تانية تقوم بهذا النوع من التخابر اذا عندها فروع خارج لبنان وفرع داخل لبنان. يعني التخابر بينهم وبين فروعتهم على هذه الطريقه. خليني اعطيكي معلوماتي. المعلومات الحقيقه وقت اجاني التقرير انه في هالنمر عم تستعمل في شيء مريب فيها، ونعمل تحقيق وتبين كذا. قلت له انا ما ممكن حركه هذا، عملوا لي انكيت تحقيق بكل النمر الموجوده. عملوا تحقيق ما لقوا غيره. هلا يمكن كان في بالماضي، يمكن بعد شوي يبين عنا، بس هلا هذا الموجود الحقيقه وهذا اللي تحول. ولو في اي واحد عم يستعمل 60 مليون دولار، يعني المبلغ اللي عم بتلاحق في بجريده السفير امبارح نحكي عن 60 مليون دولار. جريده السفير المدعي ولا هي هيئه القضايا، هذا الخبر اللي تم تسريبه ضد استوديو فيزيون. ما بعرف الحقيقه، انا حولت هذا الملف لهيئه القضايا حسب الاصول، وهيئه القضايا تتدعي هي مش انا عم بدعي كوزير اتصالات باسم الدوله اللبنانيه. هلا اللي هيئه القضايا شو هي قررت الطالب 90 150 300 مليار ما بعرف، مش شغلتي. كيف انتزعت علاقتك بينك وبين محطه ام تي في بعد ما قلت انه انت كنت جزء من اللي ساهموا باعاده فتح هذه المحطه بعد اقفالها بهذا الشكل؟ الحقيقه ما بعرف، انا بتاسف انه لانه في هجوم مباشر عليك على الهواء، الناس عم بتشوف أنا وفي رد بهذا الشكل عم يقول عبر أنا القضاء. انا في رفاق درب ونضال، الحقيقه بتاسف انه المسلكية أدت لهالحالة، بس أنا كوزير
ما مستعد كوني كوزير انه راعي حدا في تطبيق له. طيب بس عنده مصلحه مرشح لرئاسه الجمهوريه زعامه مسيحيه موجوده ان يتصادم مع محطه تعتبر من اقوى المحطات اللبنانيه؟ ما عندي ولا مصلحه وانا ما تصادمت معه. انا عملت اللي علي وانا بعمل وجباتي وعم بدفع ثمن هالامر وما عندي مانع. انا بتحمل مسؤوليتي. انا اذا كنت جاي تصادق وساير ولف ودور انا بدي بستعد بروح على بيتي اريح لي. انا بعمل وجباتي كمان. نقطه الخلاف ما مش هي كمان مره جديده عبد المنعم يوسف؟ ما بعرف، انا بيني وبينه ما في خلاف الحقيقه. لا عم بحكي نقطه الخلاف بينك وبين محطه الام تي في بدات من وقت الانترنت غير الشرعي. طب اتهامه ان عبد المنعم يوسف اعتبروا انه وزير الاتصالات عم بيغطيه بمحل. طب هذا رايه، هذا رايه، بس هذا مش خلاف بيني وبينه، هذا رايه، خليهم رايهم وهم حرين يكون عندهم هالراي وانا ما فيني امنعهم. كل الملفات بتنتهي على زغل لبنان اليوم، على زغل ان شاء الله. انا الحقيقه انا حريص، هيدي ثاني تاسع جلسه نزلت فيها على جلسه الاتصالات النيابيه، لاني انا حريص على انه هذا الملف ما ينتهي بلفلفه وعلى زغل على انه تبين الحقيقه فيه. بس البعض عم بيشوف بيطلع هيك بتجمع سياسي معين والطبقة السياسية أكثر شيء من موثوقة من قبل اللبنانيين للأسف. طبيعي بالجملة ما بيوثقوا بحدا، بيشوفوا نائب عن حزب الله رئيس هذه اللجنة، بيشوفوا الوزير بطرس حرب، وعم بيشوفوا المعركة الكلامية بينك وبين ام تي في، بيعتبروا انه فيها كيدية. ما في معركة كلامية بيني وبين الام تي في، في الام تي في عاملة معركة على وزارة الاتصالات بيني وبينه، مش على وزير الاتصالات، على الوزارة كلها او على الوزير. لا انا مبدئيا على الوزارة، بعض الاحيان هيك بيطرطشني الامر، ما عندي يعني بتحملها، بعتبر انه هو اصدقاء في تاريخ العلاقة والله يسامحهم. بس اللي بدي اقوله قصة الانترنت غير الشرعي شو صار فيها؟ الانترنت غير الشرعي هو امام القضاء، القضاء اصدر مذكرة توقيف وقف 8 وفي هلا احيل لقاضي التحقيق، قاضي التحقيق بده يتابع التحقيق فيها، وبالتالي بده يستدعي ناس دعي عليهم، في 20 مدعي عليه، بده ياخذ افاداته، ممكن يوقف اصلا منه ممكن لا، هي بترجع للقضاء. وانا طبعا ناطر القضاء بيقرر، مش شغلتي، صار شغله القضاء. هو المبدا وقت اللي بنبلش ننسى المبادئ اللي قايمه عليها نظامنا السياسي بنبلش نغلط. طيب حبيبي اذا راحت على القضاء، اذا وزير دخل سلبا او ايجابا بكون عم بيأثر على القضاء وبيضرب مبدأ الفصل بين السلطات. القضاء سلطة ثالثة، إذا أنا سلطة ثانية السلطة التنفيذية دخلت قلت له القاضي شو عم تعمله وطلبت منه، كون أنا عم بضرب هذا المبدأ. مثل وقت اللي المجلس والحكومة بتدخلوا بشؤون بعضهم، بطلي تعرفي أي هو صلاحية المجلس أي هو صلاحية مجلس وزراء. كمان القصة ذاتها، أنا هول المبادئ ربيت عليهم، هي ثقافتي، أنا محامي وأنا ممارس للمبادئ ومؤمن بهالمبادئ، مشان هيك انا ما بخالف هالمبادئ. في مقوله لاحد القانونيين الكبار بيقول انه مثل بيت العنكبوت القانون تعلق فيه الحشرات الصغيره وبتخترقوا الحشرات الكبيره. بملف الانترنت هلا هو كثير من لو الملفات القانون مش هيك، ما كان في دعاوى بين الناس، لكن في خلافات بين الناس، كان القانون واضح. ما القانون الحقيقه لا، عم بحكي يعني اللي بيكون المرتكب الكبير بيزمط لانه بيخترق هالبيت العنكبوت، واللي بيعلق هو المرتكب الصغير. يمكن معك حق، بس انا من حق اللبنانيين انه يوصلوا لهالمرحله من الشك بمؤسساتهم. معلش انه هاي الدوله ما فيها لا رئيس، هاي الدوله مجلس النواب مش قادر يشتغل، هاي الدوله الحكومه اللي عم تشتغل مثل ما وصفته، هاي الدوله القضاء متاثر شئتي اما بيتي فيها، هاي الدوله الفالته فيها السلاح غير الشرعي اللي مش عارف وين راسها وين كعبها. انا سميتها لك لو في على راسها مش على جريها الدوله. طب المواطن كيف بده يضل يثق فيها؟ نحن الحقيقه انا بدي هلا افوت على شغلي بسرعه. هاي وقت اللي سمعت وزير خارجيه فرنسا بذاك العشاء بالسفاره الفرنسيه عم بيوعظنا كلبنانيين بانه اعملوا مصلحه بلدكم، لكن تخبوا رئيسكم ما تنتظروا حدا يحل. شعرت بالخجل، خجلت، التعيب علينا كلبنانيين قاعدين عم نستمع يخبرنا. كل مرشحين كانوا موجودين، خلينا نقول مرشحين لرئاسه ولا الجمهورية. ولا واحد سائل بوجودي او عطس او مخط، لانه ولا واحد مرشح بنظري كان ليلتها. كله مرشحين على صلاحهم، عليكم العطيه. انا شعرت بالخجل انه يعني هل يعقل انه هذا الفرنساوي هو صديق للبنان احنا كتر خيره؟ هل يعقل امير الكويت انا سمعت منه كلام مشابه، او بالسعوديه سمعنا، او بكل دول العالم، وعز للبناني يا لبنانيه لهذا بلدكم حرام تروحوا لما عنا ما بنحس ولك تمسحنا ولما معقول نضل هيك ولهذا البلد عم بينهار؟ فلان بده يعمل رئيس جمهوريه عمره ما بتكون جمهوريه اذا عمل كيف هيدا؟ بدي اسالك امتى كيف سكوت الناس؟ امتى بتنتخبوا رئيس جمهوريه ومهرجان 2 و3 و4 قبل حواري شو رح يصير؟ مهرجان الفني 2 و3 و4 صحيح، بس انه رح يكون مهرجان مثمر خلينا نقول هذه المره، او مثل محاولة مثل باقي هذه المحاولات الساويه. توقف مع فاصل، رح اطرح عليك بعدين ملف رئيس الجمهوريه. امتى بنقول خلاص ما عاد يحمل البلد
البلد اليوم. بس بس, بس في شيء قبل ما ننتقل في شيء بدي اقوله بعد ملف الاتصالات بس بس أكيد. بعد رأيك. لا بس كفاءتني يعني اوكي بكفي اذا بدك تختم ملف الاتصالات تفضل. انا ما عندي يعني الموضوع الاتصال موضوع الاتصالات موضوع التليفون وموضوع الموبايل وموضوع الانترنت والتليفون الثابت. طبعا اللبنانيين بيذكروا انه من سنه باول تموز بال 2015 فرحت على السرايا الحكومه اعلنت برنامج لبنان 2020 2020 لتطوير مشروع استراتيجي لتطوير الاتصالات والانترنت وكل شيء بلبنان. نحن ابتدأنا بتنفيذه. اليوم كان عندنا احتفال دشلنا فيه 350 سايت جديدة للفور جي بلس لأن الجيل الرابع الأدفانست وعملنا تجربة عليه الحقيقة رائعة التجربة وإذا الله راد بي وهذا حسابي إنه بآخر أيلول بتركب كل السايتات في لبنان اللي هي 2500 سايت. عم تستعجل لو بتشوفش في أسئلة على الإنترنت. ما هو خليني أختمها هيد بعدين بنرجع على البردكة إذا لقيت رنا زنتوت عم تقولي ما عم بدري أعمل تويت من بيتي لا الـ 3G ماشي ولا الإنترنت البيت ماشي مثلا. هيدا وهيدا أنا الحقيقة ماني تكنسيان بس عم بقول شو عم ينعمل الوزارة شو النتيجة بدنا نوصل لها وبدي طمنها للسترندا إنه رنا إنه من هلا لآخر أيلول إذا الله راد ماكسيموم آخر هذه السنة مش بعد 20 سنة من بيتها بصير تعملوا بدون عندها انقطاع اطلاقا بالاربعه الفور جي بلس للاسف رح تقوم بباريس حيصير هالشيء في بيتها لا بس بس بلبنان بلبنان اكيد رح يصير كل اللبنانيين. الشغله الثانيه بدي اقولها نحن اثناء عملنا نحن كلنا قلنا بال 2020 ننشر الفايبر اوبتيك الالياف الضوئيه بكل لبنان تكل اللبنانيين يصير عندهم انترنت بفايبر اوبتيك اللي هو اعلى درجه من التقنيه والجوده كمان. خليني كفي عفوا هذا الموضوع عم نطرحه نحن ايمتى في ظل هذه الحكومه وهذه الاجواء السياسيه اخذت وزاره الاتصالات اولا كان عندها الشجاعه الكافيه تطلق مشروع استراتيجي دائما اثناء تنفيذنا للجيل الرابع تبع الخليوي اللي هو باخر السنه بيخلص اكتشفنا انه في تقنيه فينا نطبقها نستفيد من الجيل الرابع للموبايل مشان نحل مشكله الانترنت الفيكس بالبيوت يعني مش مضطر الجيل الرابع بتعملي هلا انت مراسله بالجيل بالموبايل تبعك بكلفك غالي بينما إذا عملتيه على الDSL بكلفك أرخص كتير. نحن عم نحاول هلا التقنية هي موجودة وهلا عم تندرس وبعتقد إنه من هلا شيء أسبوع أو 10 أيام بدنا نقرها. هذه التقنية تسمح باستعمال الفايبر الجيل الرابع السايتات تبع الجيل الرابع وايرلس بدون خطوط وهذا بيوفر علينا كتير وقت تنبلش نطبق هالتقنية هذه على الDSL نستفيد منه وهذا بيحل قسم كبير من مشكلة الانترنت لأننا رح نستفيد بالجيل الرابع. بس هذا يستدعي أن ننزل الأسعار لأن الأسعار الموجودة للموبايل لهم لكلفة الموبايل الانترنت غالي جدا بدي يطلع على مجلس وزراء وأطلب تنزيل الأسعار تقدر تستعمل التقنية إذا هيدي اعتمدت بتأمل إذا نعملها بسرعة مش بنزل أسعار حل تقريبا مشكلة الانترنت بانتظار 2020 نحلها بواسطة الفايبر اوبتيك اللي هي بس نكون حليناها هلا. وهيدي بشرة كتير مهمة اللبنانيين لازم يعرفوا فيها انه نحن رغم كل ما طلع من صراخ وغبرة على وزارة نحن عم نعمل المشروع ونحن ماشيين فيه ونحن ان شاء الله اذا الله راد تخلي اقوالنا ترد على كل ما يقال حول وزارة صرنا سنوات ضوئية بنسمع عن مشروع الالياف الضوئية وفي كلام اليوم عن انه ببعض الاماكن كان الشغل سيء ببعض لا الاماكن عم نحكي عن الماضي بليز كله هيدا عم نحكي عن الماضي لا بليز لا ما بدي خطر اخر سنتين قصة الالياف الضوئية وعدم تشغيلها روح عليش روح عليش وليش بس شغالي في كان التزام من عمل الالياف الضوئية بين السنترالات وحرين غش نحن الالياف الضوئية تيستفيد منها المواطن بدها تكون من السنترال للبيت وهيدا اللي عم نعمله بين السنترالات ما حدا عم بيقول مش مفيدة انعملت بس بالتنفيذ تبعها ما تشغلت ليه بالتنفيذ تبعها تبين اقسام كبيرة منها عاطلة رفضت انا استلامها رفضت استلامها الضغط السياسي علينا عم بيصير تنتفعلها ونستلم منها وهي عاطلة انا رفضت وين السبب بدل ملاحقة المتعهد ما طبعا انا اولا عم بفرض عليه يرجع يصلح وبعدين فتحت مجال النيابة العامة المالية مع خبر وعم التحقيق بالموضوع هي وضع يد عليه لان انا ما عم بقصر بهالموضوع مشان هيك بنخلط هيدي بهيدي هيدا كل الاعمال صارت قبل ما استلمت الوزارة فاتح تحقيق وعم بشتغل عليها هلا عم بينعمل على ايامي بتمنى انا اذا حدا عنده ملاحظة على اللي عم بينعمل على ايامي اسمعها لاني انا قابل اسمعها ورايد اسمعها والراي العام اذا في من ملاحظه جديه بخدم على الاعتبار بيساعدني على حسن ادارتي لوزارتي. طيب فاصل مشاهدينا ونعود.
قلنا اثنين وثلاثة وأربعة آب شيخ بطرس عندكم جلسات حوار مرة جديدة بيجمعكم الرئيس نبيه بري، ولا مرة بتطلعوا بنتيجة عملية منقول إنه صار في تغيير ما على أرض الواقع؟ ماذا تفعلون بالحوار وشو له طعمي؟ هلا له طعمي ما له طعمي الحقيقة بجو الأزمة اللي نحن عايشينها بلبنان. مجلس وزراء بالطريقة اللي عم يصير فيها الشغل، بالتصدي للأمور الحياتية اليومية والخلافات اللي عم تحصل عن فيه، ما قدر تحول لطاولة حوار حول القضايا الوطنية. لأن القرار السياسي مش على العادين حول الطاولة، بالمنتدب العادين حول الطاولة، طبعا أنا الوحيد يمكن المستقل، بس الباقيين منتدبين من قبل أحزاب وقوى سياسية. من شانيك طلعت الفكرة أنه طبعا يكون البلد بحالة جمود ما يؤدي إلى الاحتراق الكامل ويمكن الاصطدام. الرئيس بري مش أول مرة أطلق فكرة الحوار، وأنا برأيي شغلة جيدة إنه يجمع الناس على الأقل يحاولوا يتلمسوا أي متى بيجي الظرف يستفيدوا يكونوا حاضرين للحوار. هذا الجانب العملي أنا بشوفه. هلا بالجلسات اللي انعملت لحد هلا نحن عم نبرم بحلنا صح، مثل عم نبرم. فهلا ثلاث أيام ورا بعض فيه، هالثلاث أيام هو المقصود إنه مش إنه نجتمع مرة ونحكي بموضوع ونأجل بعد شهر نحكي بموضوع تاني، إنه نحاول نعمل ما يسمى الاتفاق على المواضيع اللي هني جدول أعمال الحوار اللي داعي له الرئيس بري، اللي هو انتخابات رئيس الجمهورية، اللي هو قانون الانتخابات، اللي هو اللامركزية الإدارية، اللي هو هالمجر. هلأ ظل يعني كان الطرح كان عم بيطرح إنه برك إذا اجتمعنا ثلاث أيام ورا بعضهم في إمكانية هالثلاث أيام عملوا يعني بهالثلاث أيام، والأربع خمس بنود عملوا في كلهم برد. في بعد أفكار ما طرحت، بعد في شيء جديد الواحد يرجع. أنا أعمل لك شو القصة، أنا بعد أعطيك رأيي. أنا بتقولي لي شو رأيك إنه رح يطلع شيء؟ أنا بقول إن شاء الله أكون مغلط ويطلع شيء. بس بالجو الحالي مش شايف يطلع شيء. لأنه خليني أكون واضح وصريح. وقت بتسألي ليه عم تعطلوا انتخابات رئيس الجمهورية للفريق اللي مش عم بيعطل اللي عم بيعطل النصاب، بيقول لك ولو ما بتعرفوا ليه؟ تخيل لا ما بنعرف ليش شرحنا، ما بيشرحوا. كيف ما بيشرحوا؟ ما بيقولوا لك انه نحن متمسكين بالعماد ميشيل عون وفي فريق اخر بلبنان لا يريد انتخاب العماد. هذا مش سبب للخروج على الاصول الدستوريه اللي بتقول في وسيله لايصال العماد عون هو مجلس النواب الانتخابات، مش نعطل الجلسات. هن عم بيعطلوا النصاب فقط. ما هو بس ماشي بسيطة، شغلة بسيطة. في كتير برلمانات بالعالم في إلها آليات من بعض الكتل بالتعطيل. هذا اللي بدي أقوله. بأمريكا في شيء اسمه فيليباسترينج، بيضلوا عم يحكوا بيقدروا يطيروا يحكوا. بس أنا هداكي موجود ومنصوص عنه في الدستور هذا الحق. نحن عنا بدستورنا اللي وضع الدستور اللبناني وكل دساتير العالم ما إجا بباله إنه هذا الدستور بيعطلوه بهذا الشكل. انه النصوص في المبدا القانوني العام بيقول نصوص تنوضع لتفعيلها مش لتعطيلها. طب هذا النص اللي عم بيقول المجلس بيجتمع فورا وحتما بالانتخاب رئيس قبل اي عمل اخر، طب هذا اذا كان هذا المبدا اللي عم بيتطبق اليوم، هذه السقف السياسي الجديده والاداب السياسي الجديده، انه الواحد اللي مش قادر يوصل عنده مرشح بيعطل النصاب. طب لو هذا القوى السياسيه من 1943 لليوم مارسته، كان عندنا طلع شي رئيس جمهوريه؟ ولا واحد قدر. إذا مارسنا السياسة عم تتمارس اليوم بتعطيل النصاب لأنه الرشح تبعي مش قادر يوصل، ما كنا عملنا ولا رئيس جمهورية. ليش اليوم هيدي الموضة جديدة؟ لأنه في حدا في رأي عام مسيحي موافق على ذلك شيخ بطرس، في رأي عام مسيحي بيقول لك رئيس حيلا ما بدنا خلينا. في طبعا في قسم من الرأي العام، بس مش كل الرأي العام مسيحي. في قسم، في قسم طبعا بنحترمه، بس هذا لا يسمح له تعطيل الدستور، يعني انقلاب على الدستور، لأنه البلد فالتي، لأنه في سلاح بالبلد، لأنه مش قادر تعمل شيء بالبلد إلا أنه بتراعي. ليش ما ليه ما بنعتمد مبدأ نظرية هاي الدورة الثانية يصاب نصاب فيها نصف زائد واحد مثل ما الدورة الأولى بيكون نصاب ثلاثين زائد واحد؟ لأنه إذا اعتمدناها بصير في مشكل بالبلد. شفت كيف؟ أنا اللي عم بقوله أنه ما زال هذا الأمر مرتبط على أنه أو بالجمهوري فلان أو ما في رئيس جمهورية، مثل ما أنا دايما خبرت خبرية هذه أنه واحد مغرم بوحدي قال له أو بتزوجوني أو بقتلها. نحن أو بتعمل رئيس جمهورية أو بقتلها للجمهورية، هي ما بتركب. ما هيك تبنى الدول. في المشكل مش ضروري نتأيد نحن بنصوص مكتوبة. الدساتير ما بتحط كل النصوص كل الحالات، الدساتير بتحط مبادئ. الدستور اللبناني ما قال أنه ما حط انه اللي بيغيب وبيعطل هيدا عم بخالف الدستور. لا بس ما بيجوزوا اياها اذا هالقد قوي وقادر يعطل لسنتين وشوي الرئاسه، ما بيجوزوا اياها بهيدي الحاله وبيقولوا خلوها عايشه الجمهوريه. الله يخلي لك ولعائلتك، لو كان عندك بنت انت واجا واحد قال لك الكلام تجوزيها او بتمنعي يقتلها؟ بمنعوا يقتلها لحد هلا مش قادرين، مش ضروري لحد هلا مش قادرين تمنعوا يقتلها لانه الجمهوريه عم بتموت شوي عم بيحاول يقتلها، بس انه لا خلينا نكون واقعيين. لا مش لانه عمليه الابتزاز قتل الجمهوريه انتخاب العماد ميشيل عون برايك. شو الفرق بين الانقلاب اللي كانوا امبارح عم بيعملوه بتركيا ولا عم بينعمل اليوم بلبنان؟ خلينا نكون واقعيين.
انه امبارح كان في ناس عسكر ما عجبهم اردوغان بده يطيروا بالقوه العسكريه وانه يطيروا النظام الشرعي الركبوني. انا دليلي معه مش معه وشو ملاحظاتي موضوع لا نظام منتخب. شو الفرق انه اليوم هذا النظام مش عجبنا ونحن ما راح ننزل على المجلس بدنا نعطل انتخابات رئيس الجمهوريه لانه ما راح يجيبوا لنا رئيس جمهوريه بلدنا؟ شو الفرق بين الاثنين؟ مش ابدا قصه زيتها. عم نضرب النظام السياسي بلبنان، عم نعمل انقلاب على الدستور، عم نعطل احكام الدستور وتفعيل احكام الدستور في سبيل انه او بتجيبوا لنا العماد بالشرعون رئيس جمهوريه او ما في جمهوريه او ما في رئيس الجمهورية. طيب ليه بيطلع هبات ايجابيه احيانا انه هيدا الصيف رح يكون في انتخاب؟ لا لا عم بحكي في هبات اوقات ايجابيه انه في انتخاب رئيس قريبا ما في انتخاب رئيس. هلا في ناس عم بيقولوا انه طبعا المباحثات السياسيه يمكن تقول طلعت خبريه انه يمكن سعد الحريري يغير رايه يمشي بشرعون. تطلع موجي انه تفاؤل انحلت وبيتبين انه النتيجه مش صحيحه. يعني عمل السفير السعودي عشاء هذيك اليوم داعي كل القيادات اللبنانيه من كل تناقضات على عشاء اعتبروا انه هي ممكن تتخلف مقال عن الموضوع. هذا بدي اقوله انه ما هذا لا يعني الارتباط الحقيقي الواقع اذا بدنا نشوفه مثل ما هو بالتحليل السياسي. في احداث كبيره عم تصير بالمنطقه كثير كبيره. الاطراف اللي هي مرتبط وجودها وتطلعاتها لما اقول انه التزمي بنتيجة هذا الصراع بتقول لك شو صار علي هلأ خليني أخذ وقتي لأنه اللي بيصير لي يمكن بيصير لي أخذه بعد ما تنتهي هالحالة بالمنطقة بتخلق جو فافورابل لي أكثر مفيد لي أكثر بوقتها يمكن أنا ما أضطر أن أقبل بفلان بعمل البدية مش هناك ما تصير هلأ. وهذا الأمر الحقيقة هو اللي أنا برأيي بدعيني أقول أنه أنا لا أرى رئيس جمهورية إلا إذا اللبنانيين أدركوا خطورة الوضع اللي عم يدفعوا في لبنان ويرجعوا على عقلهم وعلى ضميرهم وينزلوا يشوفوا مين بيطلع رئيس جمهورية. الجمهورية فيها رئيس مش مثل ما طموحك بده اياه افضل من انه جمهورية بلا رئيس مقطوع الراس. هل بدي اقوله انا لانه ما بيجوز لانه اذا خي او بنجيب رئيس اللي نحن ما بعرف وهذا موضوع انا عندي نقاش كتير فيه كانه هذا صواب ولا لا انه هذا اللي عنده مجموعه تمثيل. نواب كرئيس جمهوريه بتجيب استعمل نواب وبوجه القوى السياسيه الاخرى ما بعرف هيدي قديش بتصح. رئيس الجمهوريه منش فريق بالصراع السياسي. رئيس الحكومه ايه لانه رئيس الاكثريه بس رئيس جمهوريه هو رئيس كل اللبنانيين وبالتالي ما له مصلحه رئيس جمهوريه الا بقوته المعنويه بنظافته بوطنيته باخلاصه بوعيه بثقافته انه يفرض رايه على مجلس الوزراء. ما في يقدر يفرض اراء الرئيس ميشيل سليمان مثلا لان ما كان عنده كتله نيابيه ما كان عنده خلينا نقول كتله مسانده له في بعض. الرئيس امين جميل كان عنده كتله نيابيه وكان في قوى تساعده كل رؤساء الجمهوريات اللي اجوا كان في قوى تساعده مش ضروري هو يكون رئيس الكتله. كل رؤساء الجمهوريات المسيحيين اللي اجوا على لبنان تحولت قوى سياسيه وتقلبت حول منها وسندتها. حزب الكتائب كان معروف انه هو المساند لرئيس الجمهوريه. طب وهذا رئيس الجمهوريه ما كان ضعيف وما بعتقد انه وصف الاقوياء بمفهوم الاقوياء كان هو الحل العجائبي للمسيحيين بالوجود بس المسيحي. خساره لبنانيه عدم وجود رئيس جمهوريه او برايك المسيحيين عم بيتضرروا اكثر من غيرهم؟ طبعا المسيحيين اكثر من غيرهم بس خساره للبنان كله سوا واللبنانيين كله سوا. لانه وعد فكري وعد فكري لانه المركز لهم المركز هو المركز رئيس الجمهوريه والمركز للطائفه المارونيه بس رئيس جمهوريه كل اللبنانيين. هذا ضرره أكبر من أنه على كل اللبنانيين لأنه للموارنة وللمسيحيين. مش اليوم في حكم بغياب المسيحيين خليني أقول في حكم اليوم؟ في إدارة الدولة بغياب رئيس الجمهورية. أنا مبسوط جدا يعني بتلاقيني كتير زعلان أنه وصلنا لهون بس مبسوط من ناحية أنه غياب رئيس الجمهورية بيقول لك شو نوع الحكم اللي بتاخده. رئيس الجمهورية ما بخلي الأمور مطلع. تصوري مجلس وزراء. طيب أنا مجلس وزراء صار عندي حادث شغلتين بالحكومة هاي. وقت كان رئيس سليمان بعد رئيس الجمهورية طرح قضية مجلس وزراء قاموا عاندوا طبعا الحصام هودي الكيديين وشوا ضدي وطرحوا وما بيقبلوا وطرحنا للتصويت خدناه. وقت راح رئيس الجمهورية وزلنا على مجلس وزراء عند برئاسة الرئيس سلام وقرروا انه ما قش في تصويت وقتها بعد في مرق الا بالتوافق بتعطل. طيب بس وقتها كنتوا كنتله قويه حضرتك الوزير ميشيل فرعون وزراء الرئيس ميشيل سليمان وزراء الكتائب وين هيدي الكتله؟ الكتائب ظهروا؟ لا في واحد بعد الكتلة كنتوا سبعة صرتوا ستة بعد الوزير جريج والوزير العزي ووزراء الرئيس سليمان ثلاثة وأنا والوزير ميشيل فرعون نحن ككتلة أساسية نحن بعدنا موجود. بالعكس إلى هذه الكتلة إلى هؤلاء المستقلين في بعض الوزراء اللي ملاقين بمسلكية هؤلاء المستقلين ملاقين مسلكية جيدة وعم نتعاون ونتشاور نحن اليوم بصورة دائمة بنفوت على مجلس وزراء إجمالا بمواقف موحدة. مش هيك الكتلة ما راح لا. وين امتى بتقولوا انه خلص ما بيحمل بقى البلد يجب انتخاب رئيس فورا؟ لا لا هلا عم نحكي بعد الامور
يعني عم يمشي الحال بالتي هي احسن. لا لا لا، انا برايي هلا يعني معلش اذا الناس مش مدركين شو خطوره اللي عم يصير او شو صوت اللي هلا صاير الحالي، هي كارثه. قطع سنتين من اول نهار كان عم ينحكى عن كارثه. بس بتعرفي بتعرفي مرض السرطان كيف بفوت على الجسم بصير ياكله شوي 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 هيك. نحن عم بياكل الجسم اللبناني، ما بنعرف اي نهار بينهار الجسم. كيف بينهار؟ كيف يكون السيناريو الانهيار؟ وقت بتعطل وكل، عم نحكي اقتصادي، عم نحكي امني، عم نحكي سياسي. امن اقتصاد مال الوضع الحياتي، ما في امل، ما في مؤسسات تدير، ما في سلطه تنفيذيه، ما في مجلس نواب، ما في قضاء لانه مش قادر القضاء يعمل شيء. بس مي النفط ما بيجلسوا الامور على القليله من مراسيم النفط اليوم اذا صدرت ما بتعتقد انه ممكن تعمل النفط. ايه ما بتعتقد انه ممكن تعمل تصحيح لهذا الوضع المهترئ؟ اولا خليني اوضح شغلتين. طبعا في ثوره في ثروه من الغاز موجوده في البحر بالاراضي بالارض اللي تابعه للبنان اقتصاديا. هذه الثروة يجب أن يعمل لبنان على 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 استعمالها أو استخراجها الاستفادة منها، وهي بتشكل ثروة. لأنه نحن مش الدولة الأولى طلع عندها غاز وطلع عندها بنزين طلع عندها بترول. إنه أنه مش لازم يكون الدولة اللي ما تعلمت من غيرها وإنه ركض وتشوش كيف بيطلع لهم وبالنتيجة صار بسموها لعنة الغاز ولعنة البترول. هيك صار ببعض الدول لسبب. مش هيك البحث بموضوع الغاز إنه لا لازم ينعمل تصور شامل. كيف بدنا نتعاطى بهذا الموضوع؟ ما جرى حتى الآن بكل أسف هو تصارع بين القوى السياسية على نظرتهم لكيفية التعامل مع لف النفط. ما بدي فوت بكلام الصفقات وغيره، بدي أحكي بهذا الموضوع من هالزاوية. عم تحكي أي بلوكيت قبل إذا جنوب ولا الشمال؟ ولا الشمال ولا طب هيدي حلوها، قاعد الوزير بسيط بس مع الرئيس بري ويبدو أنها تحلت. أنا كنت بتمنى لو قاعد وزير النفط معه والطاقة لأنه هو الوزير المختص، لأنه يعني ما بعرف الوزير بسيط عم يمثل تيار سياسي، والرئيس بري طبيعي عم يمثل تيار سياسي، وكمان حريص كرئيس مجلس إنه هي الثروة النفطية ما نروحها، بس الوزير المختص ما موجود، بس بعدين بفهم إنه هذا الاجتماع قد يكون مفيد. خليك منين حزب التشناك يحوله لشخص يعني بيعمل باوربوينت برزنتيشن فقط؟ طيب وخلي اقول انه دا يمكن داعش بلاني كمان، ما هذا لا يربطني بشيء يعني معلش. انا بعرف في مؤسسات، في قانون، في دستور، في صلاحيات للوزراء ما حدا فيه يتجوزها، وانا بعرف انه اهم من هذا كله، هذا الاجتماع صار جيد وعلى الممتاز، ما بعرف شو مضمونه، جيد انه حصل وخبرونا انه صار تفهم، بس هذا الاجتماع بده يرجع مجلس وزراء. هلا مطلوب من مجلس وزراء او من رئيس تمام سلام انه يبارك ويمشي بمشروع النفط بالمراسيم اللي عم ينحكي عنها بدون ما نعرف شو هي عمليا شو مضمونه هالخطه؟ ما بدنا نوضع القوانين الضرائبيه تبع استخراج النفط على الشركات اللي بدها تستخرج النفط بلد يطلع عمل كذا مش عرقلة كذا شيخ بطرس مش عرقلة هيدي؟ هذا الاصول شو عرقلة؟ انا اذا شغله استفيد النقاش حول لا لا بليز دخيلي انا عم بحكي انا عم بحكي جد ما عم بحكي صفقات. دوله لبنانيه في شركات رح تستخرج من ارضها مئات مليارات الدولارات، اوكي؟ انه صار تفصيل صار عرقلي اذا قلنا شو بدهم يدفعوا ضريبه للبنان. طب هيدا عرقلي صارت. عم بحكي مئات مليارات، ما نمزح فيها يعني. مشان هيك لا الناس لازم يفهموا شو معنى الموضوع. رئيس سلام طبعا مثلي انا انبسطنا باللي صار، انه شغله جيده انه صار في تفاهم بدها تتحلحل. بس هي ما مطلوب انه نجي نبحث تحط الخطه بكاملها تحطها بيد مجلس وزراء وتروح على مجلس نواب. طيب حبيبي كيف بده يجتمع مجلس النواب على النفط وما في رئيس جمهورية وهلا مش عم يجتمع عشان؟ طب هيدي مرتبطة بهيدي يعني معلش خلينا نرجع الدولة تعيش قرار بهذه الخطورة. معقول نوصل على انتخابات نيابية يعني سنة الجاي ما في رئيس برأيك؟ واصل عليك لأنه لا عم عجل شوي شيخ في كثير مواضيع والوقت عم يداهمنا صحيح؟ خليني بس كلمتين لأنه هيدا الموضوع. ملف بهذه الضخامة وبهذه الخطورة هل يجوز إنه ما تكون الدولة كاملة بمؤسساتها لمواكبته؟ هاي هذا مش مسحنا. أيه. مرة يمكن بتاريخ لبنان انه بيصير ثروة مثل بكرة اذا صرنا ثروة واسأنا التصرف فيهم لانه ما في خطة لانه مثل عم تقولي عم تعرق له مش عم تحطوا ضرائب لك طبيعي بدنا نحط ضرائب عليك. بس في سباق اليوم خلينا نحكي في سباق انه تصنيف لبنان الائتماني وغيره هيدي المراسيم بتاعت اليوم ابرة انعاش كتير مهمة للبلد موجودين عفوا كثقة وك يعني خليني اقول بلد في امل مستقبلي منه من الاقتصاد الامل المستقبلي انه يستخرج النفط وفقا للاصول وما تتاكل الاموال اللبنانيين بجيوب النافذين. هاي الامل الكبيرة
الأمل الكبير يكون في دولة فيها مؤسسات رقابة جدية على كيفية استخراج النفط. في قول كتير حلو قلته، إذا غابت المحاسبة القديسين بيصيروا الشياطين. طب وكيف هو يعني هذا الموجود الكونسورتيوم الحاكم اليوم بلبنان؟ في كتير بيقولوا أنه حتى الشياطين بجيبتهم، هو اللي بدهم يطلعوا النفط، وهو اللي بالنهاية اللي حيكونوا مؤتمنين على هذه الثروة. لا بتعرفي ليش مش كتير بشغل بالي على التمام، لأني مش شايف كتير قديسين، شايف كتير شياطين. معظم هيدا اللي عم نقوله، فكيف الشياطين بهيدا الحال؟ هيدا المخيف. هلا ردا على سؤالك تبع المجلس النواب، انتخاب رئيس، انتخاب رئيس بالحقيقه نحن هون هيدي طرحة مشكله كبيره ولازم الناس تعرفها شو حجم هي المشكله. هالمشكله انه مجلس النواب تبدد له مرتين ومن غير جائزه تبدد له اصلا مره واحده، كيف بالحرى انه وصل لثالث مره للتبديل؟ المشكله واقعه بين انه طيب اذا ما تمدد وما انتخب رئيس، الأفضل أن ننتخب رئيس. استقالت الحكومة حكما؟ لا، الحكومة بعد انتخاب مجلس النواب تستقيل حكما. أولا على ينون وكذا موضوع تاني منه ما نحكي فيه، استقالت حكما، مين بده يشكل حكومة؟ هذا الكلام اللي عم بينقال أنه نتيجة الانتخابات القوى السياسية الممانعة رح تنزل على مجلس النواب، مين قال أنه هذا الكلام قبل المجلس قبل الانتخابات شيء بيضل هو زيته بعد؟ هذا رح ينحكى بحوار. الشغلة الثانية، هذا مش من الأمور. الشغلة الثانية، مين قال أنه اللي هو اليوم نازل وطاحش وراكد على مجلس النواب أنه بدنا ننتخب رئيس، إذا بكره بالانتخابات ما توفق، مين قال أنه بيقول لك مثل ما أنت عملت أنا بدي أنا ما بنزل ما بدي انتخبك لأنه أنا عندي الأكثرية التعطيلية؟ مين قال انه بعد ست سنين اذا انتخبنا رئيس ما بصير الشغله زيته؟ وكل مره رئيس الجمهوريه بيتمسح فيها بالارض وبيدعوس على الارض وتخسر رئيس الجمهوريه والدوله بتتعود تمشي بلا رئيس جمهوري. مين قال؟ هل مدرك عم ندرك هالشغله؟ ومين قال انه ممكن تنحل قبل ما تنحل بسوريا وبالعراق وبالمنطقه؟ طبعا كله هذا، كله هذا اساسي. سؤالي هو التالي، انه اليوم نحن بين شرين، شر ان نعمل الانتخابات وهذا مش شر اجراء انتخابات، شغله جيده ولازم تصير. وبالتالي يمكن والأرجح نروح على مغامرة ما بنعرف وين بتودي ولبناني منهار ونظامه كله وقتها بيسقط لبنان، أو أنه بوقت الشر الثاني وهو شر كبير كمان أنه لا تنتفادى هذه المغامرة، أنه يمكن ينطرح فكرة تبديل مجلس النواب. وأنا الحقيقة لا مع هذا ولا مع هذا، أنا مع شيء أنه يتفضلوا القوى السياسية ينزلوا على مجلس النواب تنتخب رئيس جمهورية، خلي رئيس جمهورية اللي بدنا ننتخبه هو يرعى الانتخابات، وبالتالي هو يشكل حكومة بعد انتخابه ونعمل انتخابات ونطلع سلطة جديدة نيابية. لأنه غير هيك أنا برأيي رايحين على الغلط، وإذا ما صار هيك أنا بحملت وبرجع بحمل مسؤولية تدمير لبنان اللي معطلين انتخابات رئيس جمهورية. فاصل ونعود إلى جزء سريع جدا من أسئلة المشاهدين. فاصل ونعود. نتابع مشاهدينا هذا اللقاء المباشر. في عندي تصحيح من النائب ألاعون بيقول الإخبار فيما يتعلق بالإيوان والشركات الخليوي هو من النائب معين المرعبي وليس مني. الإخبار الخاص بي له علاقة بمسؤولية أجيره وأدائها في مسألة الإنترنت غير الشرعي. حضرتك لأنه قلت أنه الإخبار منه مش من النائب معين المرعبي. أولا بدي حيي أنا شيء يكون أكيد سمعنا لأ. كلنا من حيي طبعا. بعد بآخر جلسة اللجنة النيابية، إذا ما سمعك خبروه أكيد للجنة النيابية بآخر جلسة، لا هذا الموضوع تطرق له معين المرعبي وتطرق له على العمون. هلا بالطبع الأخبار باسم مين حامل مين قبوة الأخبار هذا موضوع تاني يعني. بس أنا شخصيا لو كنت نائب أنا بتمنى أنه ينسبوا لي قبوة أخبار حول شيء غير قانوني صار بوزارة معينة، خصوصا أنه هذا بيحافظ على الأموال، لأنه مش لازم استحي ولا لازم أعطي القبوة لغيري. طيب خلينا ننتقل إلى بعض الأسئلة على تويتر خاصة من المشاهدين اللي عندهم إنترنت اللي قدروا يعملوا تويتس الليلة. أسعد أبو دجانة عم بيسأل فيك إذا بتريد تسأل الشيخ بطرس عن يلي بيركب دي أس أل بخمسين ألف، هلا هلا كتره عم ضيع، أوكي بخمسين ألف بتاجر وبيستخدمه للبيع بالشارع وبضارب على شركات يلي ما بعرف شو. أنا كمان ما بعرف شو، لأنه دي أس أل ما بيبيعوه، دي أس أل هذا خط بروح على البيت مشان يستعملوا. تصورت مثل موتور الكهرباء، أنا واحد بحط موتور بوزع موتور على الحي، بوزع دي أس أل على الحي. يا ريت سؤال واضح تكنا. بعتقد هذا المقصود، بياخذ هو دي أس أل وبيوزع للمستخدمين بالشارع. إذا عندي ببيتي أنا أحط جاري خليه يستفيد منه، هي شغلتي طبعا، أنا عم خالف القانون بس هي شغلتي.
انه انا انه اذا في طبعا اذا عم دفع جاري ما بحق لي مبدئيا هذا اللي عم بيقول. لا بالحقيقه هذا شغله يعني صغيره بس ما فهمت السؤال تقدر تجاوب عليه. احمد عم بيقول انه برشحك لانتخابات رئاسه الجمهوريه. لبنان اولا بيرد عليه، اي مرشح لا ينتمي للممانعه هو مرشح للاغتيال. عم بيسألوا عن قضيتك شو صار فيها او اذا نسيتها. يا ريت يا ريت هذا النوع من الخطاب البشع اللي بيعبر عن روح بربريه ما نسمعه بقى بلبنان. يا ريت عبير الحجيري عم تقول لك عرسال بلده لبنانيه بيعيش فيها 40,000 لبناني ليه قاطعين عنا الانترنت؟ الحقيقه هذا موضوع امني، اللي بدنا نتعاون نحن والقوى الامنيه والجيش فوق على موضوع الانترنت. الانترنت فوق هو اكيد بخدمه الناس بس قد يكون بخدمه غير الناس للاضرار بارسال كمان، وهذا موضوع في تنسيق بين الجيش والوزاره. بس مع هيدا صارت خلينا نقول يعني هي قصه حقوق انسان الانترنت، ما عادت قصه شغله كماليات. حقوق الانسان ما تسمح لك انك تزن حالك بكميه متفجرات. بس هيدا عم بيصير بارسال. لا انا ما قلت الكلام، انا عم بقول في وضع عمني، في وضع عمني هو عم يفرض انه الموضوع بارسال يتعالج بشويه رويه، يعني لانه الوضع ضعيف. بس انه مش انه يعني وزاره الاتصالات هي طبعا وضع نفسها شيخ بطرس بده يعمل عمليه ناطر انترنت. انا ما عم بحكي بالتفاصيل، بيطلع لبرا بيعمل بده اياه محل ما عنده انترنت. امنيا في ظرف بارسال، نحن بوزاره الاتصالات عم ننسق مع الجيش اللبناني مع مخابرات الجيش اللبناني لانه نامن الخدمه بحدود. طيب للاسف ما في وقت، بس توعدنا اعاده النظر بهذه المساله تتاكد قد ايه فعلا يعني هيدي المساله ضروريه. صحيح امنيا صحيح لان عم نشوف انه بالسجون في انترنت. لا بس شو إيه في انترنت الناس ما قادرين يوقفوا 3G على السجين اللي عنده تليفون. عفوا لا بليز خليني لك شغلي، هذا الموضوع موضوع دقيق جدا تبع السجون، وكان في موقف لوزاره الاتصالات لا طبلنا له ولا زمرنا له. نحن السيستم اللي ركب اللي عطل كل امكانيه تواصل من السجون مع الخارج، وزاره الاتصالات دوره اساسي فيه، بس انا لا بطبل ولا بزمر. طيب لبنيز ايثيست عم بيسالك قد ايه زادت ثروتك من اول ما عملت بالسياسه لحد هلا؟ من اول ما عملت بالسياسه إذا زالت ثروتي بزالت ثروتي من على أجبيني كمحامي، عندي مكتب محاماة بيشتغل وناجح وله دعوة، بس أكيد من السياسي بعت أراضي وبعت بيتي بالبترول وعملت اللي علي بدون ما ربح حدا جميلي. أنا قصدت أن يكون بخدمة العامة وفصلت بين أنه أنا بخدمة الدولة وخدمة المواطنين أو بخدمة نفسي. أنا من المدرسة بخدمة المواطنين والدولة مش بخدمة نفسي. علي حزيمة عم يسألك يجب وضع حد للتجار عبر إلغاء إرسال الوحدات باعتماد بطاقات تشري شهرية أو أكثر بأسعار موحدة من قبل الوزارة. لا ما فهمت، بس أنا بعتقد هول اللي بيبعتوا للبعض. ما بعرف، خليني بس أعطي جواب هيك عمومي. لا بس ما فهمت السؤال. نحن في صدد إعادة النظر بسياسة توزيع البيسات والوحدات ومراكز البيع والأخير، لأنه في شيء غلط طالب عمل دراسة عليه تنشوف كيف بدنا نعالجه. بس ما فهمت السؤال تجاوب عليه. في اسئله كمان على الاعلانات اللي بتجي على عبر الاس ام اس، عبر خليني اقول المسج. كمان سالتيني خارج الهواء، سالتك خارج الهواء لانه مش معقول واحد مسافر مثلا بيجي انه الفروج صار نزل عليه تخفيض 1000 ليره لما يكون عنده مواصفات طبيه صحيح. بس انا بدي لك شغله، انت قلتي لي عم بكلفك انت وبرا وقت بيجيك الاعلان نص دولار بيكون مسافر على الرومينج بكلفك صفر، ما بكلفك شيء. إذا أنت بعتي الأس ام اس أنت وبالخارج ما إلي كم ولا كلفة، إذا إجاك صفر إذا بعتي أنت بكلفك شيء. عم نحكي لكن الإعلانات ما في عليها أي كلفة. بس هو هاي الإعلانات لازم شوي ضبطها بشكل إنه مش الواحد تليفون، لأنه سابقا كان نص دولار. خليني أقول إيه صحيح، بس كان سابقا نص دولار بكلفة صفر. استعلمت الحين بعد ما بلغتيني القصة سألتيني السؤال، استعلمت أنت ما بكلفك شيء. طيب بعد في كثير أسئلة، هل مسموح اعتبار مواقفك ملتبسة؟ هل الانترنت ماشي هاتو؟ لا في كتير أسئلة أكتر. شكرا. في كتير أسئلة أكتر بلشين من قبل كمان. في حدا عم يسألك رأيك باستقالة بعدم استقالة الوزير سجعان أزي، شو رأيك بالموضوع؟ هذا موضوع طبعا يعود الوزير أزي وقرر مدى ملائمة وفائدة استقالته أو عدم استقالته. طيب بدي اشكرك شيخ بطرس، وانا بدي اشكرك على وجودك معنا في هذه الحلقه. بعد في اسئله كثيره للاسف، بس نحن مضطرين نختم ونبقى عندك بالبيت وننتقل الى السيده مارلين حرب رئيسه مهرجانات ارز تنورين. هذه المهرجانات اللي بلشتوها السنه الماضيه واخذت خلينا نقول رواج كبير، اصداء كثير حلوه. طيب.
ما بعرف. والحمد لله اكيد وان شاء الله السنه كمان بتكون مهرجانات رائعه خاصه مع ملوك الطوائف. مرتي دائما بتقول شغلي لاني مش من تنورين. مرتي كنة تنورين بتقول بتحكي عن تنورين بعاطفي يعني كتار من الناس بيستغربوا وبتقول شغلي وبقى حق فيها وانا دائما بقولها كمان انه الله اعطانا هديه كتير حلوه اسمها تنورين وارث تنورين وبيلوعه تنورين وكله يعني اعطانا منطقه كتير حلوه المهم انه المنطقه نحافظ عليها وننميها مش ننزعها ونهملها وتضل قطعه سما من لبنان وهي قطعه سما. شكرا شيخ بطرس. فاصل مشاهدينا ونستمر في هذه الحلقة المباشرة على الهواء من منزل وزير الاتصالات بطرس حرب. إذا راح الملك بيجي ملك غيري إذا راح الوطن ما في وطن غيري اسمعوا يا كل الملوك وإذا راح الملك بيجي ملك غيره إذا راح الوطن ما في وطن غيره بدي اعمل بهالملوك العرب كل واحد بيجي يشتكي على التاني كل واحد بده انصره على التاني فوق الدكي بيجوا بلا موعد معي من كاسبيا لعيون الاسلام مالك الفلوس السادسة هالليلة نشرام بدو يغني لكي لهالزهر الضعيم لسحر ابن معلم مالك السفيان ما تكتر الاحزان يبقى مطرح للسعادة على رجل الحكم إنه يضل شاحن أعصاب الناس بحدث ما يخطر على المعركة لازم نشغل الناس بشيء أحسن ما يشتغلوا فيه المؤتمر بنقاطع شو جابرنا وشو هي الأسباب ونحن وألفونسو صرنا أهل وأحباب أجملي يا أم عمر زادك الله جمالا لا تبيعيني برخص إن في مثلي يغالى من رأى حزنك يوما سبح الله تعالى إن تقولي مت حبيبي قسما ما قلت لا يا هالعرب أنا واحد منكم أنا آخر نصر وآخر شاعر واللي خسرنا إن سكرنا بمجد الماضي ونسينا الحاضر يا هالعرب أنا واحد ملوك الطوايف حرام أي لبناني ما يطلع يحضر هيدي المسرحية إذا بالعرض السابق فاتوا أنه يحضر ملوك الطوايف من أجمل المسرحيات اللي حضرتها وأنا مسرح الرحبانة يمكن بتابعه وبلحقه وبحضر المسرحية أكثر من 10 مرات لدرجة أنه بحفظها وبدي حييكي ست مرلان حرب رئيسة مهرجان أرس تنورين على هيدي اللفتة أنك ترجعي تعيد إحياء هيدي المسرحية اللي بعتقد آخر مسرحية كتبها منصور الرحبان مزبوط أهلا وسهلا فيكي على كل حال ومسأل خير أهلا فيكي أهلا وسهلا خلينا نقول أنه أرز تنورين هذا المهرجانات انطلقت سنة الماضي مزبوط. بلشت
واخذت روح ومكمله. واخذت روح والارزات عطيوني روح ودفع قد ما بدك، لانه هي الغابه هالقد حلوه انه هي بتفرض عليك عمل مثل عمل الرحب. فيها سحر كيف اذا اضفت الى هالقد مسرحيه حلوه رائعه. حقيقة. عندك بس ملوك الطوائف 3 ايام او في مشروع ثاني؟ لا لا فقط بس ملوك الطوائف لثلاث ايام 19 20 21، لانه بتحمل 3 ايام. صحيح. يعني عندك جيل جديد من 13 سنه اليوم صار عمره 25 و30 سنه، هذا ما شاف ملوك الطوائف. صحيح. وهي تاريخ بحد ذاته. هي تاريخ عم بعيد نفسه. تصوري انه من 1200 سنه بالاندلس كان في 22 امير او ملك عربي، واليوم في عندك 22 اماره عربيه. يعني كانوا يبقوا اصحاب بالعلن وكانوا يبقوا قاعدة بالسر. صحيح. حتى توصلوا بالآخر إنه خلوا الغريب إجا ربطهم كلهم، دخل على أرضهم وحط النميمة بيناتهم وطردهم. خسروا الأندلس العرب، لح يخسروا بعد عالمهم العربي. إن شاء الله لا، إن شاء الله لا. يعني لما بيكون في مسرحية مثل مسرحية ملوك الطوائف، وأهم كلمة قالت فيها هي إذا راح الملك في ملك غيره، بس إذا راح الوطن ما في وطن غيره. ما في وطن غيره. هي بتنطبق على لبنان، خلينا نقول كمان كتير أكثر شيء بتنطبق على لبنان. صحيح. بتنطبق على العالم العربي اللي هو 22 دولة، بتنطبق على لبنان اللي هن ملوك طوائف. ما كان في طوائف هنيك، خلينا نقول كانوا تقريبا طوائف. العامل الديني منه كتير مهم ما بين الموجودين. كانت طائفة. صحيح. أو الزعامة كانت طائفة. كانت الانقسامات مختلفة مش على أساس مذهبي، ولكن اليوم بقلب لبنان انقسامات المذهبية. الإسقاط اللي عمله منصور الرحباني على الواقع اللبناني كأنه عم بيقولن للناس وعوه. مزبوط. يا جماعة يعني من هذاك الوقت وعم بيقول للعالم وعوه، وصلنا اليوم لازم نكون واعيين أكتر من قبل بكتير، لأنه قبل كان في عندك حل بوجهك، اليوم ما في حل. يعني مشان هيك كل كلمة بهالمسرحية ترجع بتخليك تفكري قديش شو بدك تعملي لبلدك، شو بدك تعملي لوطنك حتى ترجعي تعيشي، ترجعي توقفي على عجري. خلينا نرجع نقول انه 19 و20 و21 هي المواعيد، ثلاث حفلات بمحمية أرس تنورين بكادر بيختلف كليا عن المسرح بالكازينو وقتها انعرضت 8 اشهر بالكازينو. صحيح. اليوم هي بمسرح بقلب السجرات، يعني السجرات فايته مع المسرح. الميت مشترك بهالمسرحية من راقص ومغني يعني وممثل عم يطلعوا من بين السجرات على المسرح. اليوم الكادر كله مغير، ليه كمان تغير الإخراج، لأنه إخراج على مسرح صغير غير الإخراج على مسرح كبروا 28 متر بالعرض، يعني وبالهواء الطلق مع 2300 شخص بدهم يكونوا عم يحضروا بجو رائع. يعني مثل ما كان بطرس عم بيقول وأنا دايما بقوله أنه ربنا سكبلنا، عملنا سكولتور، عملنا منحوتة اسمها غابة أرز، هي عددها 4 ملايين سجرة. ما حدا بيعرف أنه عنا بلبنان غابة أرز 4 ملايين سجرة، المحمية هي 1,100,000 سجرة. اللبناني يعني نصهم بأرز تنورين؟ لا كلها. كل غابة الأرز من تنورين لحدث الجبة هن 4 ملايين أرزة. بس المحمية هي 1,100,000 أرزة. يعني كل لبناني حرام ما يطلع وياخذ ولاده تيشوف هالأرزة يلي هي على العلم، على عددهم، عدد اللبنانيين، على عدد اللبنانيين، ويلي هي علمنا ويلي هي منتغنى فيها ومنغني لها. خلينا نطلع نتفرج عليها مزينة بملوك الطوائف وبعمل الرحب. إذن 2300 كرسي عندك كل ليلة. نعم. بلش المبيع بالفيرجن. بلش بالفيرجن. في عنا نقليات رح يكون ببيروت بالفورم، بجوني ملعب فؤاد شهاب، جبال مدخل جبال،
الكورة الباترون بوجه سوبر ماركت الخوري، بالكورة حد مطعم القلعة، بطرابلس معرض رشيد كرامي. إذا بسيط مجهزة بتنقل البلمانات مجهزة مبردة، بتنقل الناس تطلع على تنورين، ويلي منه طالع بالبلمان في سيارته فالي باركينج، في سيارات، في باركينج كله مأمن بساع للكل. اللي مش قادر يمشي تيوصل للمدرج في شتل، في جولف كارز رح يكونوا اخدينهم يوصلون، في كراسي شازرولانت يعني كراسي متحركة للي عنده إعاقة مش قادر يمشي أو كبار بالعمر، أو كبار بالعمر. في عنا سوق الأكل، 1000 متر من سوق الأكل رح يكون موجود أكل من كل لبنان، مش بس شمالي، من الجنوب، من البقاع، من بيروت، موجود الأكل فوق. يعني الناس اللي بدها تطلع تطلع بكير، تطلع بكير بتشوف السانسيت، بتشوف غروب الشمس بين الجبال والوديان، وبتتمتع بالمناظر قبل ما تبلش المسرحية الساعة 8. شو حلو. إذا المسرحية بتبلش الساعة 8، البواب بتفتح 6:30، باب المهرجان بتفتح 6:30. بواب المهرجان بتفتح 6:30، يعني بيقدروا يوصلوا، بيقدروا يتمتعوا بالأكل اللبناني، بيتمتعوا، بيفوتوا بيزوروا الغابة، بيفوتوا على مدخل الغابة وبيزوروها. في عندهم يقعدوا بتنورين 2 أو 3 ساعات، وأنا أكيد إذا طلعوا مرة وقعدوا 2 أو 3 ساعات رح يطلعوا على طول ويتمتعوا. في كمان اللي حابب ينام بتنورين، في أوتيلات، في محلات بيد أند بريكفاست، خلينا لازم يكون في بيد اند بريكفاست اكيد. في عنا اهالي بيفتحوا بيوتهم اكيد. بعدين تنورين مضيافه، يلي بده يطلع ما تفكري ابدا انه دق باب حدا ما بيفتح له بيعطيه اوضته النوم وبقول له هيدا المفتاح البيت، نام انت وانا برجع بكره الصبح حتى امن لك ترويقتك. هي تنورين. تنورين مش بس ما بعرف هلا رح ترجع تربح البلدية بعد هيدا. لا أنا أكيد أنا أكيد اليوم هلا كل واحد بتنورين عم يسمعني بزقف لأنه هاي تنورين. تنورين كتير مضيافة، كرامة كرامة مزبوط. طيب قدي بتاخد تقريبا الوقت إذا بدي أقول من بيروت واحد طالع إلى تنورين ساعتين؟ هلأ بدون عشقة السير، بدون عشقة السير هي عادة بتاخد 1:45 ساعة، لا أرز تنورين 1:30 ساعة. بس اليوم مع عجقة السير يعني هي كل الناس عم بتعاني منها بدها تاخد 2 ساعة. يعني إذا بدنا نقول إذا بدهم يكونوا بتنورين 6:30 خليهم يتركوا 4:00 أو 4:15 إذا بدهم يكونوا 6:30. البولمان أي ساعة عم يتركوا؟ البولمان رح يكونوا من 4:00 حاضرين، بس يكتملوا بينطلوا. طيب وبالنسبة للميزانية دايما عم نسأل هالسؤال، أنا عم نغطي المهرجانات. نعم. قدي بدها تكلف هيدي الرحلة إلى أرز تنورين؟ في عنا التيكتس ببلشوا من 225,000، يعني أول أغلى شيء، أغلى شيء 225,000، آخر شيء 40,000. بس قاعد أخذ تيكت ب40,000 بيقدر يشوف، أخذ 40,000 رح يشوف أحلى من تبعت 225. هلا ما بدي أنا هلا فرجن بيزعلوا إنه عم سوي الـ40,000، بس إنه الكل مفتوح، المسرح للجميع بكل الوقت مفتوح، والجرادان معمول بطريقة كتير حلوة. في عنا شركة آيس يلي هي مستلمة كل ال إذا في مدرج، في مدرج عالي جدا كبير مدروس بطريقة، في مهندسين موجودين على الأرض بتنورين اليوم هن اللي عم بيشتغلوا يعني على السنتيمتر عم بيشتغلوا. خلينا نسمع لعمري ونرجع نتابع معك ست مارلين. لعمري لأن قلت إليك رسائلي، لأنت الذي نفسي عليه تذوب، فلا تحسبوا أني تبدلت غيركم، ولا أن قلبي من هواك يتوب.
قلبي من هواك يطول. تحية للصوت الرائع هبة طاوجي وغسان صليبة، يعني ملك المسرح. ليه ما حطينا بالأول أستاذ غسان صليبة؟ خلينا نقول إنه هبة طاوجي هي دور الغسالة اللي بينغرم فيها أحد الملوك، كبير الملوك يمكن، أو أول واحد بينقلبوا عليه غسان صليبة. بفتكر هو أول واحد، ويمكن ملك إشبيليا، ما بعرف. هلا بيزعلوا مني إني ماني عارفة كثير القصة مزبوط. من 13 سنة حلنا ننسى. حضرتيها وقتها؟ أنا حضرتها. كيف لك؟ يعني حضرتها بالكازينو وتعشينا وقتها مع الله يرحمه. روعة كانت من الروائع. خلينا نرجع نذكر إنه ضروري ملوك الطوائف تنحضر. عم بتنسقوا من بعض كمهرجانات بالنسبة للمواعيد؟ ما يكون في تضارب؟ هي شغلة وزارة السياحة عم بتعن منها، لأنه دايما كل حدا بده يحفظ تاريخه لإله. وفرد مرة كلنا سوا، فرد مرة كلنا سوا بنسكب على زيت الوقت، يعني ما بعود في تنسيق. بس معلي لبنان بساع بيحمل، يعني بيحمل كل العالم. امبارح كنت ببيت الدين، كان رائع، كان كتير حلو، كان في ناس وعشقة جبال عم بيكون فيها بعلبك هلا جاي وقتها كمان. يعني عم بيحمل لبنان. صح. وكل نوع في عنده عبيته شي ليلة من الليالي. عم بتتابع المبيعات كيف صارت؟ ما كتير عم تابع المبيعات. أنا هممني نجاح المسرحية. المبيعات ما عندي خوف. ما عندي خوف، انه لانه رحابني اسم كتير كبير. صحيح. يعني ما بفتكر يعني 7000 شخص تقريبا. 7000 شخص على 3 ايام. في دعوات رسميه، في دعوات خاصه، في الاعلام بده ياخذ من بثلاث ايام حيز كبير، يعني بده ياخذ على القليله كل يوم رح يكون في 100 مقعد او 125 مقعد للاعلام، لكل الاعلام، كل الاعلام مدعو على يعني ما حدا ينطر مني انه انا ابعت كارت. الاعلام كله بلبنان المرئي المسموع المكتوب كله مدعو يطلع على التنورين. هلا خلينا نقول لكل الزملاء، دعوه عامه لكل الزملاء، بيكفي انه يوصل يفرجي بطاقته انه هو اعلامي واهلا وسهلا فيه بتنورين. يعني انا دعوه عامه، انا يمكن ابعت كروتي لحدا وحدا تاني انسي او قصر او ما اعرف وين موجود حتى اوصل له الكارت. دعوة عامة لكل الإعلام. نحن أكيد معك السنة ست مارلين. أهلا وسهلا. رائع، وإن شاء الله بالتوفيق دايما. تسلمي. بدي أشكرك ونشوفك بتنورين شهر الجاي لنا 19 20 و 21. موعدكم مشاهدينا إذن مع ملوك الطوايف ضمن مهرجان أرز تنورين. بدي أختم هذه الحلقة اللي كان ضيفي فيها شيخ بطرس حرب وسيدة مارلين ثابت حرب. بدي أختم كمان بمهرجانات، مهرجانات جيرانكم، مهرجانات الأرز. كمان ريبورتاج سريع بشري. صحيح. على بروجرام الناس يمكن تخلط أرز وبأرز. المهم أرز تنورين وبشري. عم نحط ليالي أرز تنورين مش مهرجان الأرز. من هيك سمينا ليالي أرز تنورين. إذا هي ليالي أرز تنورين. ليالي أرز تنورين مش مهرجان أرز بتنورين. نحن ليالي أرز تنورين. شكرا لك ست مارلين مرة جديدة. شكرا مشاهدينا على المتابعة، وبشوفكم الأسبوع المقبل. إلى اللقاء. بعد النجاح الكبير بال 2015 مهرجانات الأرز الدولية للسنة الثانية على التوالي بتقدم أجمل وأضخم حفلات صيف 2016. الجمعة 5 آب السيدة ماجدة الرومي. ماجد الرومي بتضوي سما الأرز بإطلالة ساحرة. سبت 6 آب سهرة من العمر مع فارس الغناء العربي عاصي الحليني. أنا سميتك غرامي اسم من أحلى الأسامي. ونانسي عجرم. الجمعة والسبت 12 و13 آب أروع اللوحات الفنية مع فرقة كاراكلا الاستعراضية. ما تقرب والعرايد يبعدها دنيا وياي زعلانة بعدها. تباع البطاقة
الطاقات في جميع فروع فيرجن تيكتينج بوكس أوفيسز، ويري بريس كاسليك، متحف جبران بشري، وفندق أدري الكبير زحلي.